أهلا بكم في لقاء جديد من أولاد إبراهيم. وبداية عايز أعلق على التقرير اللي عملوه في CNN على الأوضاع في الأردن والسوريين المهاجرين اللي بيروحوا هناك والكنيسة بتستقبلهم. حسب التقرير بيقولوا إن المسيحيين بيستقبلوا السوريين ويغسلوا أرجلهم وبعدين يقدم لهم بعض الحاجات اللي محتاجينها، سواء مأكل أو مشرب أو ملبس أو أي حاجة محتاجينها، وبعدين بيقولوا الكلام ده بيقدموه باسم المسيح. طب ودي في حاجة تزعل؟ فعلا الناس دي بتتحرك وبتقدم محبة باسم المسيح، لأن المسيح علمنا إن احنا نحب كل الناس ونساعدهم. بيقول لك بعد كده بيبشروهم بالمسيح. طب وإيه الغلط؟ مع المسيح بيعلمنا إن احنا نبشر كل الناس، لكن هل بيجبروهم؟ المسلمين زعلانين ليه؟ هل في إجبار على أحد إن هو يؤمن بالمسيح أو يقبل المسيح؟ ولا يعرف إن المسيح بيحبه وحر يقرر ما يقرره؟ الحاجة التانية، ليه السعودية والكويت والإمارات ودول الخليج ما أخدوش اللاجئين دول وسايبينهم يجروا على أوروبا الدول الكافرة حسب التعبير الإسلامي؟ طب ما ياخدوهم في السعودية ويهتموا بيهم ويحموهم ويخلي بالهم منهم، ليه سايبينهم يروحوا إلى البلاد الأوروبية؟ طبعا هيكون لنا وقفة كاملة على الموضوع ده في لقاء قادم قريبا، لكن بس حبيت أعلق على ما قدم في CNN ان الناس المسلمين زعلانين ان في تبشير للسوريين او العراقيين المهاجرين. لا، التبشير من حقنا، وان احنا نقدم محبة المسيح من حقنا، وان دي حاجة حلوة احنا المسيحيين بيعملوها او الكنائس بتعملها بدافع محبة حقيقية، واللي يؤمن يؤمن واللي يرفض يرفض، مفيش حد يزعل. ارجوكم ما يبقاش في مواقف متشدده وانتوا سايبين نفسكم بالدعوه في امريكا والدعوه في اوروبا الاسلاميه، محدش بيتكلم، محدش زعلان، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس كمان سيبونا نعمل اللي من حقنا احنا نعمله. النهارده موضوعنا بدايه عن تاثير اليهوديه على المسيحيه، الاسبوع الجاي هنتكلم عن تاثير اليهوديه على الاسلام، وبعد كده هنتكلم عن تاثير المسيحيه على الاسلام وتاثير الاسلام على المسيحيه. فتابعونا في الحلقات القادمة، لكن النهاردة بنتكلم عن تأثير اليهودية على المسيحية. ليه؟ لأن المسيح ولد في بيئة يهودية، العذراء القديسة مريم أصلا يهودية، تلاميذ المسيحيين المسيح أو الحواريين هم أصلا مسيحيين، مسيحيين من خلفية يهودية، الكنيسة الأولى في العصر الأول أغلبها من يهود أمنوا بالمسيح وقبلوا عمل الكفارة والفداء والصليب وانتقلوا من الإيمان باليهودية إلى الإيمان بالمسيح. يعني إذن البيئة كلها كانت بيئة يهودية. هل اليهودية أثرت على المسيحية تأثير إيجابي أو تأثير سلبي؟ ده اللي هنتابعه مع بعضينا وإحنا بنتحاور مع ضيف حلقة اليوم الأخ الفاضل عصام خليل. أول مرة نتشرف بوجودك معنا في برنامج أولاد إبراهيم. أهلا بك. أنا مبسوط إن أنت تكون معانا وربنا يديك نعمة عشان تشرح لنا بداية إيه رأيك، اليهود كان إيمانهم إيه بالله؟ ليه بسألك السؤال ده؟ أكيد حضرتك عارف المسلمين عندهم مقولة خطيرة جدا، يقول لك إيه؟ اليهود موحدين، المسلمين موحدين، المسيحيين موحدين، لا بيقول لك عليهم مشركين. هم موحدين. ده اللي احنا عايزين نقول ونفهمه ونوضحه، ان اليهوديه من البدايه عندها مفهوم رائع عن التوحيد الصحيح. فنفسي تحكي لنا عن مفهوم اليهود عن الله الواحد. اليهود يعرفوا الله الواحد من غير فصال، لانه يعني جزء من الستيتمنت بتاعت الايمان بتاعهم، الرب الهنا رب واحد. بتسنيه 6-4. بس نوعية التوحيد اللي كانوا بيؤمنوا به هي النوعية اللي الله أعلنها عن ذاته بداية من أول الكتاب، من أول صفحة في الكتاب، لا من أول سطر، من أول سطر في الكتاب، نوع من الوحدانية أعلنها عن نفسه اللي هي الوحدانية الجامعة اللي تخليه مكتفي بذاته عن أي شيء فيما عداه، اللي تخليه مش ممكن يتغير في يوم من الأيام عشان خاطر يتواكب مع خالقته. يعني مش ممكن يكون كان مش بيتكلم قبل الخليقة وبعدين اتكلم يبقى اتغير يبقى مش الله. عند دي مشكلة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت هو مش محتاج لأي حد من الخليقة بتاعته ديت. عشان كده لما نقرأ في تكوين 1:1
ربما باللغة العربية مش واضحة، لكن اللغة العبرية واضحة، لأن اللغة اللي قرأوا بها التوراة. قالوا إيه؟ قال بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض. الله لما نقراها في تكوين واحد واحد في العبري هي إلوهيم. إلوهيم. وإلوهيم دي لغة جمع، لأن الإيم ورا في العبري دي لغة جمع. عايز يقول إنه الله مش بالطبيعة اللي أنتم متخيلينها واحد بالظبط، لكن طبيعة تانية أو طبيعة وحدانية مختلفة تماما، زي اللي بيؤمن بها المسيحيين بالظبط. أقدر ألاقي الكلام ده وهقرأ مع حضرتك يمكن جزء أو اتنين من الكتاب المقدس من العهد القديم من التوراة، بتقول هم كانوا بيؤمنوا بإيه. مثلا في أشعياء 48 عدد 16. طب وليه ما انت نقلت على تكوين ليه بسرعه؟ ما هو تكوين 1:26. طبعا تكوين دي آية مهمه قوي، خلينا نسمعها حتى ممكن المخرج يساعدنا ونشوفها على الشاشه ويشرح لنا ايه المفهوم بيها، وبعدين ننقل لأشعياء. تمام. لما الله بيتكلم بلغه المتكلم قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. نعمل دي مفرد ولا جمع؟ جمع. لا نعمل جمع مش كده؟ نعمل الانسان على صورتنا ولا صورنا؟ صورتنا. ما هو لو قال نعمل بالجمع يبقى لازم يقول ايه في اللغه صورنا. العربيه؟ صورنا. صورتنا صورة واحدة. وكشبهنا ولا كأشباهنا؟ كشبهنا. كشبهنا، يبقى هو اتكلم جمع ومفرد في وقت واحد. نعمل كجمع ونعمل انسان على صورتنا وكشبهنا، دي بيتكلم مفرد. ممكن واحد يقول لك لا، ما هو قال نعمل دي لغة تعظيم. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده في العبري ولا في العهد القديم، يعني اعظم الملوك كانوا ده في بدايه الخليقه، يعني ما فيش حد كان في الخليقه كلها. هو طبعا الله منزه عن انه يحتاج لتعظيم نفسه، يعني دي بيعملوها البشر لنقصهم وعجزهم واحساسهم بالنقص، فبيقوموا يفكروا ازاي يكبروا روحهم. يعني دي لغه ملوك يمكن نشات على عهد الدوله العثمانيه واللي بعد كده، لكن قبل كده حتى نبوخذ نصر يقول انا نبوخذ نصر، وده واحد من اعظم الملوك في التاريخ وفي تاريخ الكتاب المقدس بصفه خاصه. فده كان ملك ملوك بيقولوا عليه كده. في بابل. في بابل. فما يقولش هنروحوا نحن نبوخذ نصر، لكن يقول انا نبوخذ نصر. كل الملوك قالوا انا، ما قالوش نحن. ما عدا العثمانيين. بعد كده بقى، ففي العبري ما فيش جمع التعظيم. يعني ده. نفهم ايه من تكوين 1:26 لو نقدر نشوفها تاني على الشاشه، وحضرتك تقول لنا ايه المقصود بيها. بمنتهى البساطه ان الله بيتكلم بصيغه المفرد والجمع في نفس الوقت. لانه عايز يقول ان هو واحد جمع واحد. عايز يقول ان هو الوحدانيه بتاعته جامعه يعني بلغه بقى العهد الجديد للاب والابن والروح القدس، يعني دي اشاره واضحه ليهم من اول كلمه في الكتاب. واليهود كانوا فاهمين الوحدانيه الجامعه. كانوا فاهمين لان عندهم نصوص كثيره جدا لا يمكن ان هم يفهموها الا في ضوء انهم يفهموا ايه ده. وده النص اللي كنت عايز اقراه لحضرتك في اشعياء 48 عدد 16. لو ممكن كمان نشوفه على الشاشه يبقى كويس. اشعياء 48 16. في نبوه جميله جدا بتتكلم عن المسيح وهيجي يعمل ايه. وتمت وطبقت في المسيح، وقال العهد الجديد صراحه ان دي كانت عنه وتتميم للنبوه. ففي اشعياء 48 عدد 16 هقراها مره واحده وارجع اقراها حته حته. منذ وجوده انا هناك، والان السيد الرب ارسلني وروحه. نفكها. في واحد بيتكلم مش كده؟ من اولها بيقول لك تقدموا الي اسمعوا هذا. تمام. اسمعوا هذا. هو بيقول كده اللي بيتكلم المتكلم هنا واحد بيقول منذ وجوده انا هناك. منذ وجود مين؟ بيقول كده السيد الرب. يبقى بيتكلم عن مين؟ عن الله. هو في شخص موجود من يوم ما الله كان موجود، يعني من الازل. مين ده؟ هو الله برضه. بس شخص او اقدر اقول انه متميز. تمام. وبعدين يرجع يقول السيد الرب ارسلني. لا واسمع الثالثه وروح. تمام. فكانوا بمنتهى البساطه انا اقدر اشوف ان هو الابن بيتكلم، ولان النبوه دي تمت عنه بعد كده، وبيتكلم عن الاب اللي هو السيد الرب، وبيتكلم عن الروح القدس اللي هو وروحه. وده موجود عند اليهود من البدايه لحد النهارده. هو هو من البدايه لحد النهارده هم عارفين، يعني فهمهم عن الوحدانيه وحدانيه جامعه، ودي واحده من الايات اللي بتوضح هذه الوحدانيه الجامعه. صحيح. مش بس ايات، في مثلا مزامير كمان. في مزمور مشهور عندهم استشهد به الرسول بولس في يوم من الايام، المزمور الثاني. المزمور الثاني ده متقسم تقسيمه مقسمه روحها. بيبتدي يقول كده لو قرينا مع بعض. لو نقدر كمان نشوفه على الشاشة يبقى كويس. يبقى كويس. مزمور 2 بيبتدي بالكلمات ديت. لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. سؤال،
في هنا الرب وفي مسيحه، تمام؟ وفي متكلم، ده كم واحد في المشهد؟ ثلاثة. احنا نقدر نقول ان الروح القدس بيوصف الحالة هنا اهوت. الروح القدس بيتكلم او بيطرح سؤال للناس. بيطرح سؤال للناس، لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الارض وتامر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرحه لنطرح عنها عنا ربطهما. خش ثلاثة اعداد اللي وراه. ده هنا بيتكلم عن الروح القدس، تمام. يعني الثلاث ايات الاولين دولت كان الروح القدس بيتساءل، بيقول يا جماعه ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بامر الملوك والرؤساء معا، هو كان بيتكلم هنا على الرومان ورؤساء الكهنه اتفقوا مع بعضهم على المسيح، وده قبل ما يجي المسيح بألف سنه وموجوده عند اليهود لحد النهارده، وبتتكلم ان الروح القدس هو اللي بيقول يا جماعه ليه كده؟ تمام. اتفضل. نيجي الجزء الثاني بيقول كده الساكن في السماوات يضحك. مين الساكن في السماوات؟ الله سبحانه، مش كده؟ الرب يستهزئ بهم، برضو ده لقب من ألقاب الجلالة. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه، يقول ايه بقى؟ قرار. اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. يبقى بيتكلم في واحد هنا، تاني بيتكلم، شخص تاني بيتكلم، صفة تانية بنشوفها، بيتكلم بيقول انا مسحت ملكي، واحد انا قررت ان هو يكون الملك او المسيح بتاعي يعني. كلمه الماس مسحت يعني اللي ممسوح ده هو المسيح. نيجي وراهم على طول نلاقي ثلاث اعداد تانيين، واحد بيتكلم كلام تاني يقول كده اني اخبر من جهه قضاء الرب، قال لي انت ابني انا اليوم ولدتك. في لخبطه في اللغه هنا، المفروض يقول انا اليوم ولدتك انت ابني. لا مفيش لخبطه ولا حاجه، لا هو انت ابني دي ما فيهاش فصال، لكن في يوم من التاريخ، في يوم من ايام الزمن، في ملء الزمن زي ما يقول الكتاب، اتولد على الارض، فهو ليه بنوه ازليه، انت ابني، دي ما فيهاش فصال، مش محتاجه حد يتكلم فيها. انا اليوم على الارض ولدتك، كمل يقول اسالني فاعطيك الامم ميراثا لك واقاصي الارض ملكا لكم، تحطمهم بقضيب من حديد مثل خزاف تكسرهم. فعايز يقول بمنتهى البساطه ان في الروح القدس بيسال السؤال الاول، يجي الاب يقول انتوا انا مسحت ملكي، يجي الابن يقول ان 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 الاب قال لي انت ابني واسالني فاعطيك، وبعدين يجي الروح القدس يرد قرار تاني بقى برضه ياكد لنا عشان خاطر نبقى عارفين المسميات. فالان ايها الملوك تعقلوا تادبوا يا قضاة الارض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن. الابن معروف عند اليهود يعني كلمه الابن دي معروف، انا موجوده وبدي بيرنموها، المزمور ده بيترنم كتير، كل المزامير بتترنم كتير، بس ده من المزامير المشهوره جدا، فهم عارفين اللقب دوت. عشان كده لما المسيح في يوم من الايام قال عن الله انه ابوه، رفعوا حجاره ليرجموها لانه ساوى نفسه بالله، لان هم عارفين اللي يقول عن نفسه ابن الله معناه يعني ما هو والله واحد، هو والله واحد. يعني هذه المفاهيم ده لن نفسي اساعد المشاهد مسيحي كان او مسلم انه يفهم ان التوحيد اليهودي، بيقول لك اليهود موحدين، ايوه ما صحيح موحدين، بس هذا التوحيد من البدايه من سفر التكوين وامتدادا لاشعياء 48 16 واستكمالا في مزمور 2 كله بيتكلم عن هذه الوحدانيه الجامعه، نفس الطبيعه، بس الفكره انه الاعلان زاد، يعني الله اعلن عن نفسه بوضوح اكتر في العهد الجديد. يعني دي هنلاحظها في كل اللي بنتكلمه عن اليهوديه، انه البشريه في مهدها ما كانتش تستحمل كل الاعلان، فالله بيعلن خطوه بخطوه نفس الاعلان بس خطوه بخطوه. فلما وصل في شخص المسيح اللي جه هنا على الارض اعلن الاعلان الكامل عن مين هو الله. حلو، هل ممكن ناخد ايه ثانيه وبعدين ننقل الموضوع ثاني عشان الوقت؟ تحب ناخد ايه؟ في كتير امثال مثلا، في امثال 30 4 دي ايه حلوه بحبها، تمام، بتتكلم عن ازاي اعلان عن شخص المسيح في العهد القديم، وبيكمل نفس الصوره حتى لو في امكانيه نشوفها على الشاشه. تمام، كويس قوي، نطلعها مع بعض. امثال 30 4 بيقول كده من صعد، ايوه، من صعد الى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من سر المياه في ثوب. كل الإجابات على كل الكلام ده هي الله طبعا، تمام. من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه؟ إن عرفت. إن عرفت طبعا في العهد القديم كان صعب أنه يعرف، رغم أن اللي كاتب الأمثال ده حكيم الدهور سليمان لكن في نفس الوقت من غير إعلام من الله كانت البشرية قاصرة
لكن ماشيه في السكه اللي الله ممشيها فيه. يعني معناها باختصار ان اليهود موحدين توحيد حقيقي، لكن هذا التوحيد هو التوحيد الجامع، هو ده معنى التوحيد الصحيح. صحيح، ان الله جامع صفاته، جامع في ذاته كل ما يكفيه عن باقي خلائقه. طيب ده بيوصلنا لسؤال تاني دايما ناس كتير بتردده، حتى بعض المسيحيين يقول لك هل اله العهد القديم هو هو اله العهد الجديد؟ يعني مثلا بيمسكوا في آية موجودة في تثنية 4:24 لو المخرج يطلعها لنا، لأن الرب إلهك هو نار آكلة، إله غيور. فيقول لك إله العهد القديم مخيف ومرعب وصعب، وبعدين يجي المسيح يقدم لنا إله العهد الجديد، إله المحبة، خصوصا في الآية الشهيرة في يوحنا الأولى 4:16 لو نقدر نشوفها: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. ويجي السؤال يقول لك عندنا إله نار آكلة في العهد القديم، ويجي عندنا إله محبة في العهد الجديد، فهل إله العهد القديم هو هو إله العهد الجديد ولا إيه رأي حضرتك؟ بسيط عشان نرد على السؤال دوت، عشان نثبت ان هو هو وان دول وجهين لعمله واحده، لان قداسه الله ومحبته لا ينفصل عن بعض، دي صفاته. هو دي صفات الله موجوده فيه من الازل والى الابد. فعشان نرد على الكلام دوت، هم بيقولوا الله نار اكله في العهد القديم ومحبه في العهد الجديد. طب انا هرد ازاي؟ هثبت لهم ان الله محبه برضه في العهد القديم، وان الله نار اكله برضه في العهد الجديد. حلو قوي، اتفضل. يبقى هو هو، بس دي الوجهتين اللي بنتكلم فيهم. يعني لو قرينا مثلا بداية من تثنية 7، اتفضل، الرب بيقول للشعب بتاعه ان الرب ليس من كونكم اكثر من سائر الشعوب، التصق بكم الرب واختاركم لانكم اقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب اياكم. يبقى من البداية الله بيحب ولا بيحبش؟ بيحب. طيب اسمع مثلا حاجة تانية زي في أشعياء 43:4 يقول كده: هوت صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. يحب ولا مش بيحب؟ بيحب. لا، خد واحده اقوى كمان. وفي وسط ظروف كانت صعبه جدا ونبوه كلها غضب على الشعب بتاعه، نبوه ارميه فصح 31:3. انا نفسي اطلب مخرج يساعدنا نشوف الايه الحلوه دي. نشوفها. اتفضل. ارميه 31:3 يقول لي، طب بيقول كده، بيتكلم: تراءى لي الرب من بعيد، وبيقول ايه بقى الرب؟ ومحبه أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحم. عايز أقول إن الله مش بس كان رقيق ولطيف مع شعب إسرائيل، حتى مع شعب نينوى اللي في يوم من الأيام كان شر وتصاعد في عيني الله، فبعت له نبي اسمه يونان. فالأول يونان كيهودي ما كانش عايز يروح وعصلك، وفي الآخر راح وما كانش مبسوط يعني هو بيعمل كده. فالرب قال له، يعني إداله مثل كده، هو طلع له شجرة فوق دماغه في ليلة ومات التاني يوم، فزعل يونان. قال له: انت زعلت على الشجره ديت، مش عايزني انا اشفق على الناس ديت؟ ان انا بحبهم. الله شفوق ورحيم وبيهتم بالامم، وبيهتم حتى بالامم من العهد القديم مش من العهد الجديد. لا لا لا، احنا هنمشي المشوار كله هنكتشف ان طول العهد القديم والرب بيهتم بالامم وبيقبلهم وبيفتح ليهم باب الخلاص، يعني بيهتم كل الخليقه طبعا. مش كالخالق هو مسؤول عنها، بيهتم بها كلها بكل تاكيد. فمن ناحية احنا كده اثبتنا ان الله في العهد القديم محبة برضه. حلو. زي اله العهد الجديد لو جاز. انا اصلا مش عجباني كلمة اله العهد القديم واله العهد الجديد. هو واحد. نعم. بس انا بمشي على اللي بيقولوا الناس. تمام، لحد ما في اخر كلام هقول له: لا، هو الله الواحد. نعم. طيب في العهد الجديد بقى احنا عارفين ان الله محبة طبعا. لا بس بالمناسبة انت حضرتك ذكرت آية واحدة في تثنية عن محبة الله، لكن بس في سفر تثنية في 10 آيات بتتكلم عن محبة الله بس، كويس عشان الوقت حضرتك اختصرتهم. يعني انا لو عايز اتكلم عن محبة الله، ايوه، لا عايز، بس انا بقول للمشاهد عشان يراجع ان في 10 آيات في سفر التثنية بس بيتكلموا عن محبة الله لشعبه. انا عايز اقول لك انه من تكوين واحد، يعني واحد واثنين وثلاثة، خلق الله ورحمة الله مع ادم في خلق الله للانسان، لما خلقوا اخر مخلوقاته بعد ما عمل له كل حاجه، تلاقي كل حاجه جميله، عمل له جنينه كبيره. ولا لا؟ ايوه. ولما سقط الانسان في تكوين 3، عمل له حل ولا لا؟ صحيح، بيحب طول عمره بيحب. طبعا لو جيت للعهد الجديد، العهد الجديد الايه بتاعت الهنا نار اكله جايه في العهد الجديد تاني برضه. طبعا في رساله العبرانيين 12
وعدد 29. يا ريت المخرج يساعدنا ونشوف عبرانية 12 29 دي برضو آية مهمة، لأن في العهد الجديد وتتكلم زي العهد القديم إن الله نار آكلها. بالمناسبة العبرانيين هو الجسر اللي بيربط ما بين العهد القديم والعهد الجديد، اللي من خلاله نشوف إزاي إن الاتنين وجهين لعملة واحدة، أو إنجاز التعبير إن العهد القديم هو ظلال ورموز للعهد الجديد. فبيقول كده لأن إلهنا نار آكلة. زي الكلام واضحة بالظبط؟ نعم. طيب نشوف رأي تاني. برضو في بطرس الأولى 4:17 بيقول إيه؟ مبدأ مهم جدا، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، المؤمنين بتوعه. هو كان قال من شوية قبلها أن المؤمنين هم بيت الله، فعايز يقول البداية في القداسة، البداية في أنه الله يحكم على الغلط موجودة في بيت الله. تسالونيك الثانية 1:7 يقول حاجة مهمة جدا، يقول عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. كمان في عبرانيين 10 اكتفي بكده، يقول جملة قوية جدا، يقول مخيف هو الوقوع. لو نقدر نشوفها على الشاشة حلو قوي حتى تقراها مع المشاهد ويشوف في عبرانيين 10 عدد 31 مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. مش ده المحبة بتاع العهد الجديد؟ هو يعني هو. محبة وقدوس وعادل ومخيف، لأن يعني صفات الله ما يقدرش نفصل الاثنين، مش ممكن تفصلها عن بعضها، وصفات الله كلها مطلقة. فاللي بيحب دوت عمال النهاردة ينده بالمحبة، عمال يمد ايده عشان الناس تقرب منه. طب مصرين ما قربوش منه، القداسة هتاخد مجرها. وكل صحيح يعني إذا الملخص هو إله، إله واحد، أبا مفيش بقى إله العهد والعهد الجديد، هو الله. هو الله الواحد من البداية، من تكوين 1:1 لحد رؤية 22. يعني في العهد القديم نار آكلة ومحب، في العهد الجديد نار آكلة ومحب. حلو قوي. طيب هل عشان نتكلم في موضوع حلقتنا تأثير اليهودية على المسيحية، عايزين ناخد عرض سريع؟ أنا عارف موضوع كبير قوي بس هنختصره في 10 دقائق مثلا أو 5 دقائق، تدينا فكرة عن تاريخ اليهود حتى نقدر نسألك بعض الأسئلة عن تأثير ما حدث مع اليهود على المسيحية حاليا. هي حكاية طويلة وجميلة، يعني تبتدي من سفر التكوين أصحاح 12، هقول لك اشمعنى أصحاح 12 بالذات، لحد آخر العهد القديم، يعني كل الأصفار بتتكلم عن علاقته بشعبه بالشكل دوت. فالقصة تبتدي بأن الله في أصحاح 12 دعا واحد اسمه أبرام، اللي هو بقى إبراهيم أبونا أبو المؤمنين. تمام؟ قال له كده في أصحاح 12 الأعداد الثلاثة الأولى، وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة واحد عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك لعنك، وتتبارك في جميع قبائل الأرض. نعم. فده الوعد اللي بيه الله قال لإبراهيم، أنا من نسلك هاخد لي شعب، عشان الشعب ده أختصه بعلاقة خاصة وحطه تحت الاختبار هينجح ولا لأ، هيمشي. أن بعد كده هنشوف ازاي ان الله العهد ده وتحطه ليه شروطه. بس كمان الهدف منه انه في الاخر يجي من هذا الشعب المسيح حسب الجسد. تمام، عشان كده يقول كده، عشان كده مش اختارهم عشان يعني هم احسن وتتبارك في جميع قبائل الارض. في اليهود، اليهود مش بركه. لكن المسيح اللي جه من اليهود، النسل زي هو مش رحلنا في غلطيا بعد كده اهوت. في نسلك المسيح. في نسلك وليس في انسالك. مش في كل اليهود، لا ما تلاقيش كل البشر، ما تلاقيش منهم، مش بس اليهود. يعني عايز اقول دي خطه ازليه. تمام. وعشان الله يحقق هذه الخطه اختار ابراهيم. تمام. وبعدين اختار هذا الشعب حتى يجي منه المسيح. ومع التاريخ اللي حضرتك هتحكيه لنا حصلت امور كتيره، كان فيه محاوله للقضاء على هذا الشعب لكن لم تتم، لان الله وعد ان من هذا الناس سياتي المسيح. صحيح. اتفضل. بس عايز اقول حاجه كمان، انه من ضمن الحاجات اللي كان قصد الله بيها اختيار شعب معين، انه يعني يوري ان الانسان سواء كان مفرد او جمع فاشل في علاقته بالله. يعني صحيح المسيح كان غرض اساسي، لكن من الناحيه الثانيه اللي اثبته هذا الشعب، انا بقول الكلام دوت ليه؟ عشان يعني انفي فكره تمييز الله لشعبه كده وخلاص من غير معنى. بالعكس، ده اثبت من خلاله ان الانسان فاشل وان هذا الشعب فاشل كله. تمام. في التاريخ بتاعه. تمام. إبراهيم
خلف اسحاق، طبعا كان عنده ابن تاني اللي هو اسماعيل، بس خلف اسحاق اللي الرب قال له ان الوعد هيجي منه من ساره. واسحاق خلف عيسو ويعقوب. بس الله طلب منه ايه في اسحاق؟ اختبار طلب الله من ابراهيم، طلب من ابراهيم يقدم اسحاق. انا نفسي نشوف فيديو بالموضوع ده حتى يعني نقدر نشوف ازاي ان ابراهيم اطاع الدعوه. لو الجزء بتاع الجزء الثالث من دقيقه 9 نقدر نشوف قصه ابراهيم وهو بيقدم ابنه اسحاق كجزء من فيلم عملوه بعض الاخوه الاجانب. لو جاهز اتفضل. It was Abraham who was the first one to discover the idea that there is one God in the universe. That God created the heavens and the earth and not the other way around. According to the stories, once Abraham began to voice his belief that the universe was ruled by a single God, that God gave him a mission. And the Lord said to Abraham, leave your country, your kindred, and your father's house for a country which I will show you. And I will make you a great nation. I will bless those who bless you and curse those who curse you. And all clans on earth will bless themselves by you. The stories say God led Abraham to a land near Egypt called Canaan. In Canaan, God tested Abraham, and Abraham tried to learn about God. In their most disturbing meeting, God asked Abraham to sacrifice his son. Abraham, Abraham, God called. Take your son, your only son, your beloved Isaac, and offer him as a burnt offering on one of the mountains which I shall point out to you. Abraham took the wood for the burnt offering and loaded it on Isaac. When they arrived at the place, Abraham built an altar and arranged the wood. Then Abraham stretched out his hand and seized the knife to kill his son. But the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham, he said, do not raise your hand against the boy. For now I know you fear God. You have not refused your son, your only son. Take the ram which I have provided and sacrifice it instead. كل الدراسات بتؤكد ان ابراهيم قدم اسحاق، حتى واحد من الدعاة المسلمين الكبار في السعودية اكد ان فعلا الذي قدمه ابراهيم هو اسحاق، وقال كده مستحيل يكون قدم حد تاني غير اسحاق، ده شيخ مسلم. يعني اذا نكمل القصة بتاع التاريخ بين اسرائيل. تمام تمام. اسحاق اللي قال له الرب ان هو هيكون منه الوعد جاب ولدين، واحد فيهم الاثنين كانوا توأم، بس اللي طلع الاول هو الكبير كان اقوى، بس الرب قال له انا ما ببركش الاقوى. البقاء مش للاقوى عند الله، البقاء للاضعف، للي يتمسكن قدام الله، للي يعرف ان قوته في الله مش في حد تاني. فيعقوب رغم كل عيوبه فضل الله وراه عشان يكمل معاه المشوار. يعني رغم ان هو شعب او من بدايته شخص في الكثير من الاخطاء، وذكرها صحيح. التكوين بكل امانه صحيح، وذكر ازاي الله كمل معاه لحد لما كسره وخلاه يعرف ان ضعفه هو سر قوته، ولما كسره سماه اسم جديد، سماه اسرائيل. يعني ايه اسرائيل؟ امير الله الذي ياتمر بامر الله. يعني ايه يعني الله؟ ايه يعني الله؟ واسرى يعني امير، فعايز يقول الذي ياتمر بامر الله، يعني عايز يقول الامه دي من بدايتها الغرض منها انها تعمل ايه؟ تطيع الله. تطيع تطيع الله، ومن خلال انهم ياتمروا بامر الله يكونوا اعلان للامم كلها عن مجد الله وعن مين هو هذا الاله. يعقوب انجب 12 ولد وبنت.
ال 12 ولد دول هم اللي بنسميهم بعد كده ال 12 سبط او 12 قبيله او قبيله بالظبط. سبط يعني قبيله، سبط عشان اللي بيقرا الكتاب المقدس يبقى عارف كلمه سبط، عشان تعرف النهارده بلغه النهارده يعني قبيله. قبيله بنو راؤوبين ده البكر بتاعه عنده، عشان ما اضيعش الوقت، لكن اللي عايز يقرا الاسامي كلهم ممكن في خروج واحد واحد يلاقي كل الاسامي ال 12 اسم لما يضيف لهم يوسف. يوسف كان شخصيه مميزه، كلنا نعرف يوسف وصموده قدام الخطيه، وازاي ان هو اتباع عبد في مصر، لكن ازاي ان ربنا كبره ورقاه وحقق له حلم، الحلم اللي هو بعته له انه هيبقى على القمه وبقى مخلص العالم لما انقذ العالم كله من المجاعه. بسبب كده هو بنو اسرائيل، بنو اسرائيل نبقى نقصد بنو يعقوب على طول. تمام، ولاد يعقوب ال 11 بقى بالعائلات بتاعتهم نزلوا الارض مصر. نزلوا الارض مصر عاشوا على كفوف الراحه زي ما بيقولوا، طول ما يوسف عايش وطول ما الفراعنه اللي يعرفوا يوسف عايشين. بس انت عارف طبعا قصص الاسر الفرعونيه، لما اسره تنتهي وتيجي اسره غيرها بتمحي اللي قبلها. فاللي حصل بعد كده ان جاء فرعون لا يعرف فضل يوسف، الفضل اللي عمله يوسف في حياته، فابتدى يضطهد الشعب ده لانهم كانوا كتروا، كانوا كتروا جدا، وابتدوا بسبب العبوديه اللي هم فيها ربنا سمع صوتهم وابتدى يبعت لهم مخلص اللي هو موسى. موسى نبي الله يبان في الاصحاحات، بدايه من الاصحاحات الاولى من سفر الخروج. بالمناسبه سفر الخروج عايز يقول خروج الشعب ده من ارض مصر. يعني ده معنى الاسم اللي هو بيقوله فيه. قصه جميله جدا انه بعت الله ليهم مخلص بدون الدخول في كل التفاصيل، لكن الخلاص كان عن طريق قوه الله، وعن طريق ان هو عشان يميز شعبه كان لازم يذبحوا خروف اسمه خروف الفصح. يعني كل واحد من الابكار بتوع بني اسرائيل بيقول انا المفروض اتذبح، بس الخروف ده هيتذبح بدالي. الفكر ده موجود عندهم من زمان، يعني حتى فكره الفصح والذبح والبدليه برضه في الفكر اليهودي كانت موجوده، فكره البدليه موجوده من الاول، وده اللي طبقه بعد كده الرسول بولس يقول ان فصحنا المسيح. فصح، فصح يعني الذي جعل القضاء يعبر عني، فصح يعني عبور. فعايز يقول ده اللي جعل القضاء يعبر عني. يمكن بعد شويه نتكلم مش معنى كان الله بيقبل ذبايح زي كده هوت، لكن خلينا نكمل القصه بعد كده هوت. لما طلعهم الرب عمل معجزه جميله وعداهم من البحر الاحمر. ليه عداهم من البحر الاحمر؟ عشان ما يدهمش فرصه يرجعوا تاني. مش معنى عمل المعجزه دي؟ اولا عشان يوريهم ان هو عظيم، وعشان يتمجد في فرعون، لكن في سبب مهم جدا انه عايز يقول للشعب ده انت انفصلت، خلاص خلص الموضوع. وبدايه علاقتي مع المسيح انفصال عن كل الماضي بتاعي، عن كل اللي فات بعد كده في الدنيا. وهم في الطريق يعني ابتدوا يتكلموا مع موسى الشعب ورؤساء الشعب ويسالوا سؤال، يعني ربنا مش يقول لنا الوصايا بتاعته عشان احنا نمشي وراه؟ فكان رد الله موجود في خروج 19 لما بيقول لموسى كده هو من عدد 3، هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل، أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم صوتي. يبقى عهد الله مع شعبه مشروط، مشروط بأنهم يسمعوا صوته. تمام، وحفظتم عهدي، يعني لو نقضوا العهد دوت اللي ما بينهم وبين الله، الله مش ملزم بأي حاجة ليهم، تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل، التي تكلم بها بني إسرائيل، تكلم بها بني إسرائيل. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب، فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب. فأصح 20 الرب اداهم الشريعة أو اللي هي يعني متعارف عليها باسم الناموس، نقص العشر. والحقيقة قبل ما ينزل من على الجبل كانوا كاسرين أول وصية. يعني اللي كانوا بيقولوا إنه كل اللي تقولوا نعمله يا رب، مفيش غيرك إله لينا، ما كأنه عايز يقول إن الإنسان هيفشل، هيفشل تحت أي كوميتمنت يحط روحه تحتها. فاللي حصل إن هو قبل ما ينزل موسى بلوحي الشريعة اللي مكتوب عليهم نصوص العشر وصايا، كان الشعب كسر الوصية تحت وعبدوا عجل، يقولوا دي آلهتك اللي خرجتك من أرض مصر. ده برضو تأثير وجودهم في مصر لما شافوا الآلهة كلها عبارة عن أصنام أو تماثيل،
هم عايزين حاجة ويبدو إن إله عبادة عايزين إله عبادة إيه؟ العجل في الوقت ده في مصر كانت إله ملموس عايزين بالزبط. إله ملموس وعملوا حاجة شيك كده من ذهب يعني واخد بالك إنه عايزين يوصلوا بيه. كمل الرب معاهم المشوار. كان المشوار دوت لازم يعدوا في برية سيناء عشان يوصلوا للأرض اللي هو وعدهم إن هم يخشوها. قضوا فيها بعد الناموس تقريبا 38 سنة لما كملت البرية كلها 40 سنة على بعضها وهم من فشل لفشل لكن الله من نعمة لنعمة معهم. كان عايز يقول لهم مش هينفعكم غير ان انا اكون بتعامل معاكم بالنعمة. حد ما وصلوا لنهر الاردن اللي كان بيفصل ما بينهم وبين الارض اللي المفروض ان هم يخشوا يمتلكوها. في الوقت دوت كان موسى مات وتولى قيادة الشعب بعديه واحد اسمه يشوع. يشوع هو اللي دخل معاهم عشان خاطر يمتلك الارض. امتلكوا الارض في الوقت دوت. بعد كده حكمهم ناس كانوا بيسموهم القضاة أو القضاة دول كانوا بيخلصوهم من يد أعداء عدوا عليهم في الحياة بتاعتهم. بعد كده الأول مرة نقرأ عن الملوك في بعد كده مثلا كان بكذا قرن يعني. طبعا أنا ما فيش وقت تجري. أنا أقول التواريخ أنا بحاول أجري بقدر الإمكان. لو بجري جامد قول لي عشان خاطر لا لا كويس عشان حتى نقدر نوفي الحلقة حقها يعني. تمام اتفضل. جم بقى قرروا يبقوا زي باقي الناس فندهوا لآخر قاضي وأول نبي جميل اسمه صمويل. قالوا له إحنا عايزين نبقى زي باقي الناس يبقى لنا ملك. زعل صمويل قال لهم ما ربنا اللي ملك عليكم هو اللي بيؤمر وطعوه. فالرب قال له حتى في الوقت ده متزعلش هم مش بيرفضوك أنت دول بيرفضوني أنا. فكانت النتيجة إحنا عايزين ملك. قال لهم خلاص خليهم يختاروا ملك مدام هم اللي عايزين يختاروا. الحاجة الغريبة لما اختاروا كان يعني الكواليفيكيشنز بتاعت اختيارهم حاجة غريبة قوي. انه يكون طويل يكون اطول واحد في الشعب من رأسه من كتفه من كتفه فما فوق اطول من جميع الشعب. هو ده بس كل اللي انتوا عايزينه منظر كده حاجة منظر نتمنظر بيها على باقي الشعوب. فكانت النتيجة ان هم اختاروا شاول بهدلهم. كان اول ملك تعبهم وعمل فيهم اللي ما تعملش الحقيقة وخسرهم أغلى ما عندهم. فجي الرب قال لهم فشلتوا في أنكم تحطوا ملك أنا هجيب لكم ملك حسب قلبي ملك أنا اللي اختاره لكم. مين اللي اختاره في الوقت دوت؟ كان داود الملك. وجابوا من رعاية الغنم عشان يرعى الشعب بتاعه شعب الله. وفي صمويل الثاني أصحاح 7 الأعداد من 12 ل 17 رجع الرب إدى عهد لداود قال له اسمع متى كملت أيامك واتجعت مع أبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته هو يبني بيتا لاسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. برضو ليه؟ برضو ليه؟ لأن المسيح جاي منه فعشان كده بيقول له كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. الحقيقة داود ملك 40 سنة وكان ملك رائع حسب قلب الله فيما عدا استثناءات في غلطات يعني قالها له الرب بعد كده هوت لكن كان عايز يقول له أنا أنت وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلب. ابن داود كان سليمان وسليمان كان واحد من أعظم الملوك اللي ملكوا على 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 شعب الله. يعني حسب التاريخ اليهودي عندنا داود وسليمان كانت أعظم فترة لبني إسرائيل في التاريخ كله. في كل تاريخهم. وفي وقت سليمان بقى اتبنى الهيكل. كان روعة. يعني لما بنوه تحفة. كان تحفة من التحف. معماري. هو استمر بعد كده هو الهيكل ده اتهد واتبنى كذا مرة يمكن لو عندنا وقت نعدي عليهم بعد كده. لكن عموما كان تحفة ويحسبوه بلغة النهاردة يعني يقال انه بيتكلف اكتر من مليار دولار النهاردة بالفلوس بتاعة النهاردة انه كان مليان بالذهب وبالمعادن الثمينة وبالامور الرائعة جدا. لما سليمان عاش وملك عاش حياة جميلة بس جه في الاخر الحقيقة ما كانش مكمل زي ما كان بادي في السكة بتاعته. مين اللي المفروض يورثه؟ ابنه. ابن الحقيقة كان مش عاقل كان سبب رحب عام كان سبب في مأساة كبيرة جدا لأن راحوا له الشعب بعد موت سليمان قالوا له بصراحة
الضرائب بتاعت ابوك عاليه قوي، خفها علينا. فجم ناس عاقلين قالوا له اسمع كلامهم هيطيعوك طول العمر، لكن قالوا له ناس كبروا في دماغهم مش فاهمين، ما عندهمش حكمه، ما عندهمش حكمه، قالوا له لا يعني لازم الملك يبقى شديد وقوي كده. فقال لهم ده انا هزود عليكم الضرائب وهعمل كل حاجه بالزياده. فكانت النتيجه في الوقت دوت انه انقسمت المملكه. تفتكر حضرتك احنا قلنا ان هم 12 قبيله او 12 سبط، فانقسموا اتنين فضلوا معاه اللي هو السبط بتاعه او المملكه العشيره بتاعته وعشيره الجنوبيه اسمها بنيامين، ودول خدوا المنطقه الجنوبيه وبقى اسمها مملكه يهوذا. والعشر اسباط خدوا الجزء الشمالي وفضل اسمهم مملكه اسرائيل. على مدى التاريخ جه على المملكه الجنوبيه تقريبا 20 ملك، وجه على المملكه الشماليه تقريبا 19 ملك. من سنه من ملك لملك. المملكه الشماليه الحقيقه ما حصلش في يوم من الايام ان هم عملوا حاجه ترضي ربنا. كل الملوك كان بيتقال عنهم الجمله ديت عمل الشر في عيني الرب. فكانت النتيجه ان الرب اسلم الشعب دوت لسبي اشور، بعت مملكه الاشوريه فسابتهم تقريبا حوالي سنه 720 25 قبل الميلاد. سابوا الملك دوت في الوقت دوت، ملك اسمه هوشع كان في الوقت ده، سباه ملك اشور في السبي الاشوري اللي ما رجعوش منه لحد النهارده. يعني ما فيش اي تاريخ يقول ان رجعوا، مفيش اي تاريخ يقول عنهم ان هم رجعوا. طب والمملكه الجنوبيه سابوا المملكه الجنوبيه الحقيقه كان عندها خليط، يعني ال20 ملك كان في 8 ملوك منهم اتقال عنهم انهم عملوا المستقيم في عيني الرب، والباقيين والباقي اشرار عملوا الشر في عيني الرب، يعني الغالبيه عملت الشر في عيني الرب. فبسبب الشر بتاع المملكه الرب ادى فرصه للمملكه الجنوبيه قال يمكن تتعلم من درس المملكه الشماليه، ما اتعلمتش. فجي اللي حصل انه في اخر ملك جميل اسمه يوشيا لقى القضاء بتاع الرب اللي مكتوب في سفر التثنية اصحاح 28. إذا سمعتم تأكلون خير الأرض. إذا أبيتم أفرقكم بين الأمم. تمام؟ فشق هدومه قدام ربنا، فبعت له الرب كلام بيقول له لأنك اتضعت أمامي أنت مش هتشوف الشر ده. بس لأن نسلك هيكمل في سكة الشر هيشوفوا الشر. فكانت النتيجة إنه الرب بعت عليهم ملك بابل في الوقت ده اللي هو نبوخذ نصر وحاصر اورشليم 3 سنين. هنبتدي المقطع الاول من هو من البدايه ممكن نشوفه ازاي نبوخذ نصر ساب الشعب. كمل حضرتك هما يقدموا الفيلم. تمام. اللي حصل ان هو راح حاصر اورشليم 3 سنين تقريبا وقوي عليها وقدر عليها. خلينا نتفرج على عشان اللغه مش بتبان، خلينا نسمع الفيديو وبعدين نسمع حضرتك. تمام. These emperors changed the course of history by conquering country after country. One tiny nation conquered again and again was the Israelites. Perhaps no people in history were more likely to be forgotten. But these were not just any people. These were the people of the book. People of Abraham, the first to encounter the one true God. Of Moses, the only human being to see God face to face. And of David, warrior, king, and adulterer. The Israelite stories taught unique lessons about God. And in the hands of great rabbis like Hillel, and preachers like Jesus of Nazareth, the Israelites' Bible would change how human beings understood what was right and what was wrong, and how they should treat one another. And against all odds, the Israelites would change human history as much as any empire that ever existed. In 589 BC, the people of Judah
last of the Israelites, rebelled against the Babylonian king, Nebuchadnezzar. He responded by ordering his troops to lay waste to Jerusalem and destroy the Judeans' most precious possession, the Temple of Solomon. Then Nebuchadnezzar ordered that the king of Judah should watch his sons be put to death as a sign to all that his royal line had come to an end. Afterward, the Babylonians led the people of Jerusalem into exile in Babylon. As they traveled the 600 miles from their tiny homeland to Babylon, the Judeans' future looked grim. Only a few generations earlier, the northern tribes of the Israelites had been taken into exile and vanished forever. Now the Judeans, too, seemed destined to disappear, with all memory they had existed as a people lost forever. Their mood was captured in a poem from the Book of Psalms. By the rivers of Babylon, we sat and wept when we remembered Zion. On the poplars there, we had hung up our harps, for our jailers asked us to sing them a song. But how can we sing a song of the Lord in a strange land? يعني تقريبا نبوخذ نصر الملك البابلي اول واحد حرق الهيكل. ده اول مره اتدمر فيها الهيكل. دي اول مره اتدمر فيها الهيكل. يعني هيكل سليمان اتدمر اكتر من مره زي ما هنشوف على مر التاريخ، لكن اول مره اتدمر فيها بعد مئات السنين من بنائه، بعد قرون من بنائه، كان على يد نبوخذ نصر بعد ما حاصر اورشليم لمده 3 سنين. كانت النتيجه انه خد خيره الارض، كل حاجه حلوه هناك، خد الخزائن بتاعتهم، خد افضل فتيانهم وفتياتهم، سابش في الارض غير المستضعفين في الارض، الناس الغلابه قوي اللي هو حس ان هم هيبقوا تقل عليه. يعني واحد مثلا عنده مرض معين، واحد مش قادر يخدمه، في الاخر هو واخد ناس ديت عشان تخدمه. فكانت النتيجه انه راحوا للسبي 70 سنه. اشمعنى 70 سنه؟ عشان كسروا السبت 190 سنه. الرب قال لأرميا قبل الكلام ده بسنتين ثلاثه يتنبأ ان هم هيبقوا هناك لمده 70 سنه، بس كان عنده سبب. من الاول، من يوم ما نزل دخلوا ارض الموعد، كان المفروض عليهم ان هم يتمموا نص في الشريعه بيقول ان هم كل 6 سنين يزرعوها، السنه السابعه يريحوا الارض، لان الله يهمه راحه خلقته جدا، يعني زي ما هنشوف بعد كده وصيه السبت نفسها. ففي السنة السابعة يريحوا الأرض، ما ريحوش، دخلوا قعدوا 490 سنة، اقسم على 7 عليهم كم سنة راحة؟ 70 سنة. 70 سنة، قال أنتوا ما ريحتوش الأرض، أنا هريحها، أنا هريحها بطريقتي. واخد بالك من الله؟ لحد النهاردة ده أسلوبه. إذا إحنا يعرف ياخد الحقوق كويس جدا، ويعرف كويس جدا إن هو إزاي يخليني اللي أنا بزوغ منه أو مش عايز أعمله أتعمل عند الله في الآخر. فيقول ان هم قعدوا 70 سنة حتى ثبتت الارض ثبوتها. فقعدوا 70 سنة في السبي بسبب خطيتهم، لحد ما بعد كده، بعد 70 سنة، بعد في 70 سنة الحقيقة كان في ناس اتقياء جدا حتى في السبي. اكتفي بذكر شخصيتين، واحد اللي هو دانيال والتاني اللي هو مردخاي. فالاتنين دول بيورونا ازاي ان في ناس من اليهود بقيوا في منتهى الامانة مع الله. دانيال ده اللي مكتوب عنه انه جعل في قلبه الا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال ده اللي رفض انه يصلي لاي حد الا الله، مش هرفع صلاتي ولا طلباتي الا لله. دانيال ده اللي عاش حياته كلها ما يهموش غير انه يقول لهم الهي مش انا، انسوني انا تماما وشيلوا القصه كلها، لكن يبقى الله وذكره وشهادته. هو ده اللي كان عايزه الله اصلا من الشعب، انه يشاوروا على الله وان الناس تعرف الله من خلالهم. اللي فشل فيه الشعب نجح فيه دانيال لوحده، لانه اكتر من مره الملوك كانوا يقولوا اله دانيال او اله شادرخ وميشخ وعبد ناغو اللي هم الرفقاء بتوعه.
الشخصية الثانية اللي هي مردخاي، وكان في زمن واحد اسمها أستير كتب سفر باسمها، والراجل ده رفض انه يسجد لحد إلا الله، وكأنه كان عايز يقول لنا عنده استعداد دي يموت ولا يهين الله ولا يوصل الوضع دوت. فالراجل دوت كان معد ليه مصير مهلك، صليب يتصلب عليه عنده واحد شرير اسمه هامان، لكن الله جه في نعمته خلى الأمور تتقلب، واللي اتصلب على الصليب ده هو هامان. وكأن الله عايز يقول انه بيتدخل في صف الأتقياء، انت اتق الله واعبده بطريقة سليمة وسيب الله ياخد لك حقك، مش انت اللي تصلب، مش انت اللي تعمل. يعني التقوى الحقيقية انك تسيب الله يتدخل، مش انت تتدخل لله. أشكرك، خلينا أستأذنك وأخذ مكالمة من الفاضل أبونا شنودة بطرس من كندا. أهلا بيك أستاذ أبونا. أهلا وسهلا. بصراحة وحشتنا يا أبونا، بقالنا مدة ما سمعناش صوتك. الله يخليك، وحضرتك كمان وضيوفك ضيفك العزيز. أهلا تعيش. أنا نفسي أسألك السؤال الرئيسي للحلقة النهاردة، إيه رأي قدسك في تأثير اليهودية على المسيحية؟ تفضل. طبعا اليهودية بالنسبة لنا احنا بعيدا عن السياسة والتاريخ والجغرافيا والكلام ده، فترة كان لابد منها للأعداد لمجيء المسيح وتجسده وإكمال عملية الخلاص. احنا نظرتنا إلى اليهودية والمسيحية أنها إيمان واحد، ما فيش حاجة اسمها الدين ده جه وبعدين الدين ده جه وبعدين الدين ده جه، دي مش موجودة عندنا خالص. هو من البداية من ساعة ما الله وعد آدم وحواء أنه يشوف لهم طريقة للخلاص وخرجهم من الجنة إلى العالم لغاية لما يحل مشكلتهم زي ما قال ضيفك العزيز، كان لازم عشان يحل المشكلة أنه يؤهل البشرية لفكرة تجسد الله بطريقة عملية. دي تمت من أول العهد القديم وتخصصت في النبوات من ال 12 نبي الكبار وال 12 نبي الصغار. باختصار احنا بنشوف اليهودية أن المسيح مختفي فيها، أو كل ما في اليهودية من أول حتى ما موسى كتب عن سفر التكوين لغاية النهاردة، لو أن التكوين طبعا قصدي لغاية مجيء المسيح، لأن التكوين طبعا يعني ما كانش اليهودية بدأت طبعا زي ما احنا عارفين لما ربنا قال لإبراهيم اخرج من أرضك ومن عشيرتك، وبعد كده جه إسحاق، وبعدين يعقوب اللي هو أبو الأصباط الاثني عشر اللي اسمه إسرائيل وبني إسرائيل. إنها اليهودية بالنسبة لنا ككنيسة هي مرحلة مؤهلة أو معدة لمجيء المسيح بتجسده لحد صعوده للسماء وارسال الروح القدس. كان الكنيسه ادركت من البدايه اهميه العهد القديم بقوه شديده جدا، واستعملت الكتاب المقدس كله وحولته الى صلوات. مثلا داود النبي بيقول سبع مرات في النهار سبحتك على احكام عدلك. الكنيسه ادركت الحكايه دي واخذت كل النبوات اللي موجودة في المزامير وحاولتها، عملت بها كده 19 مزمور، لأنها كانت صلاة السحر وبعدين باكر كانت 7 مزامير و12 دمتها بقى 19، والباقي كله 12 مزمور 12 مزمور. مشت في حياة المسيح، طبقت ما قيل في العهد القديم عن المسيح، طبقته عمليا بحيث أنك تقدر تعيش لو صليت صلوات الأجبية اللي هي صلوات السواعي من أول باكر لغاية النوم، تبقى تعيش مع المسيح يوم كامل. الخلقة والقيامة في باكر، الروح القدس الساعة 9 صباحا وقت حلول الروح القدس، 12 الظهر صلب المسيح، 3 إكمال الخلاص هي 9، الغروب إنزال المسيح من على الصليب، صلاة النوم دفن المسيح وإحنا بنصلي النوم كعلامة على الدفن، وتيجي بقى صلاة نص الليل، 3 خدمات زي ما المسيح صلى في جثمانية 3 مرات. المسيح نفسه استخدم آيات العهد القديم بقوة. لسه قارين النهاردة أول الناروز أول السنة القبطية. كل سنة حضرتك طيب. حضرتك طيب. 1732 في النهاردة بنقرأ لقى 4 اللي فيها المسيح دخل المجمع وقرأ نبوة أشعياء وطبقها على نفسه، قال لهم اليوم
اللي انتم شايفينه قدامكم ده فيما سمعكم حصل الكلام ده. طب عندي بعض الاسئله لقدسك. نعم. الخيمه كانت المكان الاول اللي اليهود اتعلموا فيه العباده، وبعدين مع الزمن بنوا الهيكل في ايام سليمان. هل كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه باعتبارها الكنيسه الاولى في مصر تبنت الشكل الخارجي للهيكل في شكل الكنيسه؟ هي شكل الكنيسه بالمعنى الروحي ولكن مش بالمعنى الحرفي. يعني احنا عندنا مثلا قدس الاقداس والهيكل اللي موجود فيه المذبح اللي بتقدم عليه الذبيحه. نعم. والخرس الثاني بيوجد فيه الشمامسه والشعب. الخرس الثالث او الجزء الثالث ده اللي بيشبه جثيماني او الباكين، فكان زمان خالص. دلوقتي الكنيسه بقت يعني كلها صحن واحد، لكن زمان كان المؤمنين والموعوظين والباكين. في ايام بدايه الكنيسه كان في ناس اللي هم الكاتيكومنز دول بيقضوا سنه اثنين ثلاثه، الموعظين كانوا يحضروا لغايه قداس الكلمه اللي بينتهي عند العظه وصلاه الصلح ويمشوا، وبعد كده الباقيين المؤمنين المتعمدين اللي جاهزين وتايبين ومعترفين وجاهزين على المناول كانوا بيحضروا القداس الالهي وبيتناولوا. ده كان النظام. يعني اقدر اقول ان في تاثير من الشكل البناء الهيكل على المباني الكنسيه في كنيستنا الكاثوليكية والأرثوذكسية أيضا. هي بس احنا مبنى الكنيسة عندنا بيبقى على يا إما على شكل فلك نوح، على أساس إن فلك نوح هو اللي نجى نوح واللي جواه من بحر العالم اللي هو الموت، يبقى جوه حياة وبره موت، أو على شكل صليب، واخد بال حضرتك؟ والقبب بتاعة الكنيسة بتبقى على شكل صليب، في صليب في يعني قبه كبير قوي في النص، وقدام في قبه للهيكل ورا. انا شفت في كنيسه الراعي الصالح في دوران شبرا كنيسه على هيئه صليب، لكن انا بتكلم عموما الكنايس مبنيه بنفس الشكل القدس وقدس الاقداس، نفس الفكره اللي كانت موجوده عند اليهود في بناء الهيكل. الفكره ولكن التطبيق مختلف. ليه؟ لان احنا دلوقتي ما عادش في حاجز بيننا وبين صحيح ما بقاش في ما فيش حاجز بيننا وبين قدس الأقداس. زمان كان قدس الأقداس يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة. لما جه المسيح زي ما قال بولس الرسول دخل إلى الحجاب مرة واحدة فوجد فداء أبدي. خلاص ما عادش بقى إيه، فالهيكل أصبح مفتوح. إحنا بنقفل الستر طبعا كنوع من الاحترام والتوقير والتقدير لقدس الأقداس اللي هو الهيكل من جوه، لكن المعنى الروحي إن ما عندناش فصل فيه ما بين الهيكل وصحن الكنيسة أو الجزء اللي فيه الشمامسة. واستخدام الترانيم في الكنيسة أو التراتيل زي المزامير، يعني أخذوا المزامير زي اليهود ما كانوا بياخدوا المزامير في العبادة، الكنيسة كمان في العهد الجديد أخذت المزامير في التسبيح والعبادة. لأن المزامير تحمل نبوات عن المسيح، عن كل ما يختص بعملية الخلاص. نعم. كله يعني أنا بس ما فيش وقت للبرنامج، يعني كل صلوة من الصلوات اللي فيها المزامير دي، كل المزامير زي ما قلت لحضرتك لما بنصلي المزامير كأننا بنعيش مع المسيح يوم كامل، يوم مع الرب يسوع. عملها كتبها قدس أبونا بشوي الكامل المتنايح من سنوات طويلة، كتاب لطيف جدا صغير كده اسمه يوم مع الرب يسوع بيتتبع صلوات الأجبية. حتى المزامير اللي فيها نبوات عن الصلب كنيسة مخصصة أسبوع الألام بتصلي 10 مزامير كل يوم، كلها بتختص بعملية الخلاص وتطبيق المزمور على الإنجيل. طيب إيه رأي حضرتك في اللي بيقولوه بعض المهاجمين أو الناقدين إن اليهود في وجودهم في مصر اتأثروا بالمعابد الموجودة في مصر، المعابد الفرعونية، وبرضو كان فيها فكرة القدس وقدس الأقداس، ودي الفكرة اللي تبناها سليمان وبنى الهيكل على أساسها وما زالت موجودة في كنائسنا. إيه تعليق حضرتك على ما يقال؟
يعني تعليق على ما يقال ما وجد في الكتاب المقدس. يعني ما فيش حاجة عن الكنيسة، ما فيش حاجة عن مبنى الكنيسة. رسم الخيمة وأبعاد الخيمة وأقسام الخيمة والمواد بتاعتها مكتوبة بالنص وبالتفصيل في سفر الخروج. بالتفصيل من الله لموسى النبي، وعين بصلئيل وأوري اتنين مهندسين متخصصين ينفذوه. بنفس الطريقة سليمان بنى الهيكل على نفس النمط. ما اقدرش اقول انه تأثر بالعبادة الفرعونية ولا تأثر، صعب ان انا اقول كده، لان انا عندي مرجع انجيلي، مرجع كتابي عن شكل الـ وهو لو كان سليمان الحكيم بنى الهيكل على النمط ده كان الله قبل الكلام ده. طبعا سليمان في ملوك 2:8 صلى صلاة احنا بنصليها مع تدشين كل كنيسة، لانه بعد ما صلى اتملى الهيكل من مجد الرب بحضور الروح القدس وقبول صلاة يوحنا سليمان، واعتبروها تدشين لهيكل سليمان. طبعا احنا يعني ما بنملش قوي للحاجات التاريخية وانه تأثر واخذ العبادة يعني الشكل الفرعوني وعمله، وبعدين احنا خدنا الشكل اليهودي وعملناه. لا، كلها مفاهيم روحية معمولة بها شكل الكنيسة. عندنا كمان مش بس المزامير، ولكن أيضا عندنا ما يقال عنه الأسفار القانونية الثانية أو الأبوكريفة. الكنيسة بتستعملها من زمان جدا، زي سفر توبيا، زي 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 يهوديت، زي تتمة أستير، تتمة دانيال، باروك، كل دي أسفار قابلتها الكنيسة لأن لقت فيها نبوات، زي الحكاية اللي قالها ضيف حضرتك العزيز على مردخاي وإستير. دي نبوة فيها نبوة، فيها لمسة، يعني مش مجرد إن الله هيحمي بني إسرائيل، لا، ده فيه نبوة وفي يعني تلميح في العهد القديم عن أمور تختص بالمسيح. يعني باختصار كده، احنا في العهد القديم بنبحث عن الرب يسوع المسيح، في العهد الجديد مستعلن وحقق كل النبوات، ودي اللي قالها بطرس الرسول في أعمال 2 ساعة حلول الروح القدس، أثبت ليهم ان اللي اتكتب عن المسيح في العهد القديم هو اللي تم بالنص لغاية قيامة الرب يسوع المسيح وصعوده إلى السماء. يعني تأثير اليهودية على المسيحية ليس تأثيرا تاريخيا ولا جغرافيا ولا سياسيا، هو زي ما بقول لحضرتك اليهودية مقدمة للمسيحية، واليهودي الذي يبحث بأمانة وصدق وحيادية في كل ما هو عنده في العهد القديم لابد أن يقبل المسيح، لابد أن يؤمن بالمسيح. طب خليني أسأل حضرتك سؤال أخير. تفضل. اليهود وقعوا في غلطة إن هم يعني اختزلوا ربنا ليهم واعتبروا نفسهم هم شعب الله المختار. وأنا شايف بكل أمانة إن في كتير من المسيحيين حول العالم وقعوا في نفس الغلطة وفاكرين نفسهم إن هم شعب الله أو شعب المسيح، وكان المسيح ده أصبح ليهم مش للعالم. إيه رأي قدسك؟ هو يوحنا 1 مش بيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله؟ نعم. وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله؟ نعم. إحنا كأولاد لله مالناش دعوة بالآخرين، إحنا عارفين إيماننا وعارفين جاي منين هذا الإيمان ونمارس هذا الإيمان. اللي عاوز يقبل اهلا وسهلا، اللي مش عاوز يقبل نحن لا نحكم عليه. انا ما اقدرش اقول ده ايه ولا ايه ولا ايه، لكن اعرف شيئا واحدا اني كنت اعمى والان ابصر. اللي عايز يبصر اهلا وسهلا، مش عايز يبصر خلاص. لكن انا ما عنديش النظره التعصبيه ان انا اقول انا وبس والباقيين لا. انما انا عندي زي بالظبط ما نيقوديموس في يوحنا 3 بيناقش المسيح وبيقول له يعني هيتولد ازاي من الماء والروح. قال له اتولد بانه اتولد ازاي؟ اتولد بطن امه ازاي يعني؟ قال له اللي اتولد من الماء والروح يدخل ملكوت الله ببساطه.
طيب بس يعني السؤال القدسك، يعني هل المسيح لينا فقط ولا المسيح جه لخلاص العالم؟ لو ما كان المسيح جه لخلاص المسيحيين بس، او جه لخلاص اليهود بس، يبقى مش هو المسيح. نعم. لا هو مسيح العالم كله. المسيح فاتح احضانه على الصليب لكل من يريد ان يؤمن به، وهو مستعد زي ما قابل اللص اليمين في اخر لحظات عمره، مستعد يقبل كل واحد. بس عايز اقول كلمه برضه، مش كل مسيحي مسيحي. نعم للاسف. نعم انا اسف ان انا اقول كده. لا انا عايزك تقول كده يعني. انا بقولها بكل امانه، يا ريت انا عارف اكون انا مسيحي فعلا وممارسه وحياه. المسيحيه هي روح الحياه. المسيحيه ليست ايمان، ما فيش حاجه اسمها دين. دي ما فيش حاجه اسمها دين. علاقه شخصيه مع المسيح. بالظبط، علاقه شخصيه مع مخلصي. انا لحبيبي وحبيبي لي. نعم. انا حاسس بصوته، حاسس بخلاصه، حاسس بجماله، حاسس بابديته، حاسس بغفران خطيتي لو انا تايب من قلبي، حاسس بملكوت فتحولي. عشان كده يقول بولس الحياه هي المسيح والموت ربح. نعم. وصلها ازاي دي؟ مش ممكن يكون وصلها بدراسه. نعم. ولا بتدريس ولا بوعظ ولا بخدمه ولا باكليريكيات. ده يكون وصلها بحياه. امين. يعني كل انسان مسيحي حتى لو متعمد، حتى لو واخد رتبه كهنوتيه، خلاص انا كتبت بلانش ودخل السماء واتفتح، ودم المسيح دم المسيح. لكن دم المسيح لو انت قبلته، ومش لو انت قبلته تقول انا قبلته، لا تعيش. لما الفريسي ناقش مع المسيح وقال له كلام حلو قوي وقال له تحب الرب الهك من كل قلب، فنظر اليه يسوع وحبه وقال له ايه؟ كلمه، قال له افعل هذا فتحيا. بس انا مبسوط منك انك عارفه، لكن عارفه بس الصوت بيقى. احنا كمسيحيين دلوقتي للاسف الشديد ان احنا مش عايشين مسيحيتنا كما ينبغي. صحيح. انا بشكرك. انا اقول الكلام ده، لكن الكلام ده انا بقوله نقد ذاتي، وانا عارف ان العالم كله بيسمع ويقولوا ازاي الكاهن يقول كده. انا بقول كده بامانه قدام ربنا. لازم نكون فعلا قدام ربنا بامانه نعيش في المسيح. امين. كل اللي هيعيش في المسيح فعلا بامانه ويعيش الانجيل اللي احنا خدناه ده، هو ده اللي مفتوح له باب التوبه ومفتوح له باب السماء. اللي بيقول لا المسيح ودم المسيح هيخلصني وانا خلصت، وانا ما انت خلصت، كلنا خلصت، والمسلمين خلصوا والصينيين خلصوا والكل خلصوا. بس اللي يقبل الخلاص الذي يؤمن بالابن له حياه، والذي لا يؤمن قد دين بالدين. بالظبط كده. نعم بالظبط. لان مش يعني ما انا مش عايز يعني انسان صوته فلو تقفوا. امين. تقفوا قلوبكم. فيعني المسيحيه حبت صموئيل، المسيحية روح وحياة. نعم. وكلمة نعم. روح وحياة. والإنجيل مش دراسة ورق، والإنجيل ما هيش يعني شهادات عليا من أكدها. لا الإنجيل معاش، الإنجيل معاش. عيش عيش كما يحب الإنجيل المسيح. بالضبط كده. أشكرك أتسابونا من أجل مداخلة رائعة وكلام صريح وواضح وجريء أيضا. الرب يبارك حياتك واختباراتك، واحنا سعداء انك تعمل معانا هذا اللقاء. لكن خلينا كمان على تواصل، ما تغيبش عننا رغم ان عارف مشغولياتك كتيره. ربنا يبارك حياتك ويستخدمك بركه لناس كتيره في كندا. اخي عصام، عندنا مكالمات كتيره وعندي حاجات مهمه عايز اقولها لحضرتك قبل ما اخد المكالمات. السبي بعد بابل ورجوعهم في عده مشاكل. المشكله الاولى عايز افهم ايه موضوع السامريين. المشكله الثانيه ان عزرا الكاتب، بعض الناس يقول لك ده كتب التوراه في بابل، ما كانش فيه قبل كده عندهم كتاب. فعايزين نناقش القضيتين دول. بس خلينا ناخد مكالمات سريعه. الاخ حسن من سوريا، اهلا بيك، انت صديق عزيز يا اخ حسن علينا في هذا البرنامج. اهلا اخ اسماعيل، شكرا لك وبشكر قناه الكرمه وضيفك الكريم، وشكرا لكم توكل اللي هيكون. شكرا. أهلاً بك. بالنسبة لموضوع اليهودية والمسيحية، ما فينا نفصل بيناتهم.
لأني شيء كمل شيء. إذا تسمح لي بس بدي أحكي عبارة عن خمس نبوءات. بمزمور 69 الآية 22 جعلوا في طعامي علقما وفي عطشي سقوني خلا. هذا دليل واضح من كتاب العهد القديم على أن المسيح هو نفسه هو المسيح اللي بيتكلم عنه العهد القديم تم تطبيقه في العهد الجديد على الصليب. الأخ عصام مش مصدق يسمع الكلام ده من الأخ حسن. يعني في مسيحيين مش فاهمين كده. اتفضل. اتفضل. أيوه. ومزمور 22 من 17 ل 19 الكلاب يفيتون بي زمرة من الأشرار يحاصروني ألصقوا يدي ورجلي ومن الجبال أعد عظامي وهم ينظرون يتفرسون في يقتسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يلقون قرعه. يعني شيء عظيم عظيم مبارك اسم الرب للأبد. أمين. النبوءة الثانية بإسماعيل الثانية 1-16 فقال داود للميت دمك على رأسك لأن فمك شهد عليك حيث قلت قتلت من مسحه الرب. يعني يقصد الجندي. نعم. بالإضافة إلى زكريا الآية 12-10 وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح الحنان والرحمة فينظرون إلى الذي فعلوه. نرجع للمراجع بنلاقي إلي ما في شدة إلي الذي فعلوه. يعني بيكملوا بعض يعني. تفضل. مثل تعليق. لا تفضل. بأشعياء 9-5 لأنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن وتكون الرئاسة على كتفه يسمى باسم عجيب ويكون مشيرا وإلها قضيا وأبا أبديا ورئيس السلام. يعني بظن أني واضح لو بدي أعد النبوءات ما أخلص ربكها. طيب ده بيكمل ده. النبوءات موجودة بوضوح. طيب بس عندي سؤال ليك. أنا عندي سؤال الأول ليك. تفضل. ازاي فهمت الحاجات دي كلها بسرعه دي؟ انت لسه يعني مؤمن جديد بالمسيح، ازاي بسرعه استوعبت كل هذه النبوات؟ انا عن نفسي مش بس الاخ عصام، انا مستغرب اسمع كميه المعلومات الرائعه اللي انت ذكرتها. لا اصلا يعني فكر كان في مشكله في الصوت، يمكن الباشمهندس الصوت اللي يتابع الصوت فيه حاجه مش مظبوطه. اتفضل اخ حسن. يعني صراحة كمان كنت قبل البرنامج صار حضرتك أنا مش سامع أخ جولة يعطيه ألف عافية القناة كلها يعني ما شاء الله بتصيدوا علينا بالألفاظ وطبعا أنا بقرا بحاول أشوف يمكن شيء ما أفهمه يمكن شيء أفهمه يعني أنا بشكرك جدا. إيه سؤالك؟ سؤالي أنا بالعهد القديم لما إله العهد القديم بيقوم بقتل الأذكار أنا هون بستغرب ما سمعت ليش قتل الأذكار هذا ما هو رسمي في رسمي يعني هون بحس في تناقض مع العهد الجديد. أشكرك، ده سؤال مهم وأنا هعمل كلام مع الأخ عصام بيقول لك إله العهد القديم إزاي يقوم بقتل الأبكار وهو إله الرحمة. بس خلينا ناخد، أشكرك جدا أخ حسن من أجل مداخلتك. ناخد الأخت دولة، تفضلي. أهلا يا شيخ صمويل، إزيك؟ إزاي حضرتك؟ تفضلي. الحمد لله. أول حاجة بس عايزة نفسي أعلق على بداية الخدمة لما قلت الناس اللي في سوريا قالوا عليهم بيبشروهم ومش عارف إيه، يعني الناس دي لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. يعني ما كانوا قدامكم السوريين ماتوا في البحر وتهجروا وتبهدلوا وتقتلوا وجاعوا وبردوا وعطشوا وبعتنا لهم هدوم وده كلهم بصت لهمش ولا شفتهم ولا سألتوا عليهم، لما لقوا البلاد الأوروبية أخذتهم وضمتهم عليها جايين دلوقتي تقولوا ببشروهم. طب اللي ببشر في مصر بتمسكوه وتحبسوه زي الأسيس وزي الطالب اللي كتب على الفيسبوك حاجة ما هيش تأذي الإسلام بهدلتوه مسجون لغاية دلوقتي. يعني انتوا أنا بستغرب عليكم، ربنا ما عندهوش ما حطاش حتة رحمة صغيرة في قلبكم تقولوا يكفي الدول الأوروبية دي لملمتهم.
ربيتهم واخذتهم وبتعالجهم وحتى عايشهم عيشه كويسه. وبعدين دول الخليج اللي مليانه فلوس ان شاء الله هيشربوا البترول بتاعهم ده يبلعوه يشربوه عشان يرتاحوا هم من الناس دي. حرام عليكم يا ناس. صحيح. بتوقفوا هنا في امريكا تبشروا في الشوارع وفي الجوامع، امسك شارع انا عند كله تلاقي كل الناس واقفه، مسلمين ماسكين كتب بيوزعوها ولا حد بيقول لهم انتوا فينكم ولا حاجه. حرام حرام. معلش يا اخت دوله، حاول نقول لهم زي ما بتدوا لنفسكم الحق ادوا للباقيين هذا الحق نفسه. هم مالهم ومال اوروبا؟ دي اوروبا اللي بتعمل كده. انتوا عايزين ايه؟ انتوا مالكم مخليكم في حاجه؟ طيب بس بالراحه من غير ما تخنق، بالراحه اتفضلي. الحاجه الثانيه تاثير اليهوديه على المسيحيه. ايوه. لولا اليهوديه تنبأت بمجيء المسيح وأدتنا الرموز دي كلها اللي اتذكرت دلوقتي ما كنا عرفنا ان المسيح ده جاي. صحيح. وبعدين فيها ناس حلوين خالص، فيها ابراهيم وفيها اسحاق وفيها يعقوب وفيها داود وفيها صمويل ودانيال والفتية، في ناس حلوين كتير في اليهودية. اليهودية جميلة. أشكري. اليهودية حلوة، بشرت نبأت عن المسيح برموز مخفية مخفية، اتخفت لكن ابتدت تظهر وظهرت وشفنا المسيح جاء وخلص العالم. ودلوقتي اليهود كتير بدأوا يتراجعوا وبدأوا يرجعوا للمسيح، وإن شاء الله كلهم حيرجعوا. آمين. آمين. وحيكونوا في أورشليم السماوية كلهم. آمين. رب يبارك. شكرا يا أخت دولة. ناخد الأخت سهير من شيكاغو، تفضلي. الشيخ ازيك؟ أهلا بيك. وازي ضيفك العزيز، ونشكر ربنا من أجل الحلقة. شكرك. وحلقة مباركة. أنا كنت عايزة أعرف يعني حضرتك تقصد من السؤال تأثير اليهودية على المسيحية من الناحية الروحية أو من الناحية الجسدية العالمية يعني. فأنا بالنسبة لي تأثير اليهودية على المسيحية من الناحية الروحية إن الرب أظهر فيها كل الرموز التي أنبئت عن مجيئه واللي فيه في العهد الجديد. كمان العهد القديم لما بنقراه بنشعر قد إيه بقوة الرب يسوع، وبنشعر بإلهنا القوي اللي بيخرج في كل الضيقات زي دانيال وشادرك وميشك وعبد ناجو يعني وإستر. والله رسم خطة معينة للبشرية وبيتمم كل رموزه بالحرف. صحيح. شوفها تمت في العهد الجديد. فده يعني لما ندرس الكتاب لازم ندرس العهد القديم، ندرس العهد الجديد، لأن العهد القديم هو رموز تحققت بنشوفها في العهد الجديد. أشكري. لكن بالنسبة لليهودية الحالية يعني خلاص يعني الرب أعطاهم فرصة كبيرة، هم دلوقتي التعامل معهم كأفراد مش كنيشن، لكن كأفراد كل من يقبل الرب يسوع هيخش في ملكوت السماوات. أمين. لكن كنيشن يعني خلاص بقت الموضوع موضوع فردي بينك وبين الرب. أمين. يعني اللي عايز يقولك إن هنرجع تاني وهنمتلك وهنعمل وكل ده يعني أشكرك. عن طريق التعليم اللي تعلمناه والدراسة في دراسة الكتاب المقدس، خلاص إن الرب دلوقتي أعطيهم الفرصة الفردية مش كنيشن يعني. فأعتقد يا ترى ده السؤال اللي مفروض إن الواحد يسأل نفسه، هل يقبل الرب يسوع كيهودي ويبقى مسيحي يؤمن بخلاص الرب يسوع نفسه؟ امين. مش منتظر، لسه منتظر ان الرب هيجي. دي واحده من اخطاء اليهود ان هم ما زالوا منتظرين، وده اللي احنا نكمله بقيه الحلقه يعني تكمله لسؤالك الحلو. في تاثيرات ايجابيه وفي تاثيرات سلبيه. احنا اتكلمنا عن تاثيرات ايجابيه حلوه زي موضوع الوحدانيه الجامعه، لكن اكيد في تاثيرات سلبيه من اليهودية على المسيحية، وده اللي هنناقشه فيما تبقى من الحلقة. شكرا جدا أخت سهير، ربي يباركك. خلينا نكمل وبسرعة. متى ظهر السامريين؟ احنا وصلنا لحد السبي.
سبي في وقت في التاريخ الامبراطور جاب ناس عشان يعيشوا في الارض اللي سبى منها الناس. ده ملك اشور. ناس وثنيين. ايوه ناس وثنيين قاعدين عشان يملى الارض، لان الارض هو فرغها من اللي فيها. فقال في المملكه الشماليه يعني اخذ كل الناس يستفيد منها بالظبط. فلما جابهم اللي حصل ان هم ابتدوا يعملوا الرجاسات بتاعه الامم اللي بتزعل الرب، فبعت عليهم السباع الاسود يعني. فجم ناس القليلين العاقلين قالوا له الناس دي مش عارفه قضاء اله الارض، صاحب الارض ديت بيشغلها ازاي. فهات لهم ناس كهنه من عندك من اللي سابتهم عشان يعلموهم الشريعه. فجاب ناس وعلمهم، وده برضو اللي بيقول لك اللي بياخد الحاجه بالمظهر مش بالقلب يعني. فتعلموا الشريعه من بره، فضلوا بيعبدوا ربنا بالناموس وفي نفس الوقت بيعبدوا الالهه الوثنيه بتاعتهم. عملوا ميكس يعني، عملوا خلطه من الاثنين مع بعضيهم. عشان كده اليهود كانوا بيكرهوا السامريين جدا. ايه مين هم السامريين بقى؟ ما السامريين اللي هم عاشوا في المنطقه اللي اسمها السامره ديت. تمام، اللي هي كانت عاصمه اسرائيل في وقت من الاوقات. يعني نقول ان هم ظهروا بعد السبي. تمام، بعد السبي الاشوري. تمام. فاللي حصل ان هم عاشوا في المنطقه ديت، عاشوا بالشريعتين يعني، بشريعه الله من ناحيه وبشريعه وشرائع الهتهم من ناحيه تانية. ودي من اكتر الحاجات اللي بتزعل الرب، ان واحد يبقى من ناحيه مثلا يروح الكنيسه كويس وبيقول تلاتيل وبيقول مزامير بيقول حاجات كويسه، ويخرج من الناحيه التانية نفس اللسان يستعمله في كلام شرير. الحياه اللي بوجهين، اللي بطريقتين، اللي باقنعه في الحياه، الحاجات دي كلها بتزعل الرب كتير جدا. ايه اللي حصل؟ هل عزرا الكاتب هو من سجل الكتاب المقدس زي ما بعض الناس بتدعي وبتقول لك ما كانش عندهم كتاب؟ ده لما راحوا السبي في بابل الهيكل اتهد، فما اصبحش عندهم غير الناموس او الشريعه، فبداوا يكتبوا كتاب وهم في السبي ورجعوا بيه عشان يبتدوا يكونوا نفسهم من جديد. ايه تعليق حضرتك؟ يعني انا قلت من شويه شاورت على يوشيا الملك الرائع اللي جه الرائع، اللي اتحط قدامه يقول كتاب صراحه انه وجد سفر الشريعه. كان موجود قبل السبي، يوشيا قبل السبي. عزرا الحقيقه اللي عمله انه في الوقت دوت كانت نسخ الشريعه ونسخ العهد القديم اتبعترت بسبب السبي والظروف ديت، فاللي عمله الراجل انه جمع الحاجات ديت مع بعضها. جمع حاجه كانت موجوده. حاجه موجوده. وكان موسى كاتب الكتاب من العهد القديم. خليني من هو موجود الكتب الخمسه الاولى اللي بيقول عليهم التوراه، تكوين وخروج ولاويين عدد وتثنيه، موسى كتبهم. يعني واحد زي ارميا الرب قال له اكتب. وارميا قبل السبي. فالكلام ده كان مكتوب. عزرا الحقيقه بعد، تخيل بعد 70 سنه، ومن قبلها كان في سنين سوداء برضو في المملكه. فتخيل الوقت ده كله اهملت شريعه الله، والنسخ بتاعه العهد القديم كانت بتبقى مكتوبه على رقوق صعبه الحمل يعني. مش اي واحد يقدر ياخدها النهارده في الموبايل بتاعه زي ما بنعمل احنا النهارده. فكانت النتيجه انه ابتدى يدور هو بعد الرجوع من السبي على كل الاسفار اللي هم عارفين كويس جدا ان ديت ربنا بعتها ليهم وجمعها. فاللي عمله عزرا مش انه كتب كتاب، لكن انه جمع كتب كتاب موجوده فعلا بالفعل بعضها. وعمل حاجه تانية محترمه بقى، رجع قيمه قرايه الكتاب المقدس للشعب بتاعه. يعني هو اللي رجع تاني ناس يقول لهم بصوا تعالوا نتعلم الدرس، احنا اتفرقنا في الامم لاننا ما كناش بنقرا كلمه ربنا ونطيعها، فتعالوا نحترم. واحد من مشاهد احترام كلمه الله موجود في سفر عزرا، وهو موقف الناس بيسمعهم كلمه الله، واقفين اليوم كله بيسمعوا صباح المساء بيسمعوا كلام الله بمنتهى الاحترام، وخدوا عهد بعد كده ان هم يطيعوا الكلام دوت اللي ربنا قايله. فعزرا عمل حاجتين، جمع الكتب من ناحيه ورجع غلاوه كلمه الله في عين الشعب من ناحيه ثانيه. بس حصل حاجه بعديها سلبيه شويه حسب رايي، ان هم ابتدوا يدوا اهميه كبيره قوي للشريعه والناموس، لان الهيكل اتحرق فما اصبحش عندهم حاجه غير الناموس. وبعد الفتره الخطيره اللي هي ما بين العهدين ظهور الفريسيين اللي هم بيعتبروا معلمي الناموس او معلمي الشريعه، ابتدوا يتمسكوا بحرفيه النص ويتركوا جوهر المفهوم الروحي للناموس. خلينا ناخد مكالمات وارجع لحضرتك. ناخد الاخ عيسى من كاليفورنيا، اتفضل. اتفضل اخي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيفك؟ انا عيسى بابيكيا من سان دييغو كاليفورنيا، بس عندي سؤال. اتفضل، اهلا بيك. عصام. اتفضل.
أنا مش سامع الصوت. أيوة. لا ما فيش. يعني. صوت بيقطع. مشكلة. أنا كنت بدي أسأل على غلاطية 2. غلاطية 2. لا 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 يمكن لا 15. كيف كانوا يعني الرب استخدم بولس الرسول مشان يوقف التهويد للمسيحيين لما كانت من خلال بطرس. مشان هيك عم نشوف كثير من الكنائس التقليدية لغاية اليوم عم بعملوا أمور يهودية في 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 هذه الأيام. بالرب معكم. شكرا كثير. لا سؤال مهم. هي دخلنا في حتة في غاية الأهمية. هي مشكلة السؤال كويس. السؤال بيقول لك في غلاطية 2 من 11 ل 15 تمام. الرسول بولس كان بيحاول ينقذ الكنيسة من التهود. تمام. فمتهيألي النص ده هو اللي كان المفروض يتكتب في المشكلة الأولى اللي حصلت في أعمال 15. مذكور اللي قاله بطرس لكن مش مذكور اللي قاله بولس وسيلة في أعمال 15، اللي هي المشكلة الأولى اللي حصلت في الكنيسة، إن المؤمنين من خلفية يهودية عايزين يهودوا المؤمنين الأمم بحيث إن هم ما يدخلوش إلى الإيمان بالمسيح غير لما يتهودوا أولا. لو ممكن تشرح لنا الفكرة أو المشكلة وتقول رأيك في ما جاء. أنا عايز أرجع للسؤال اللي حضرتك سألته قبل المداخلة وبعدين أرد لأنه هيمهد لنا إن احنا نخش للإجابة على السؤال ده. يعني سؤال الأخ عيسى مهم جدا بس لازم أمهد له بإجابة السؤال الأول. إيه اللي حصل بارتباط الناموس؟ اللي حصل إنه بص في دايما مشكلة عند الإنسان إنه يهمه الشكل ويهمه النص بحيث إن هو يبقى يعني النهاردة يسموها بوليتيكال كوركت يعني ما عليهوش عيب أنا الناموس قال كذا وأنا عملت كذا. القلب بقى من جوه بايظ مش مهم. لا الله طول عمره بيبص للقلب. يعني حتى في الناموس بيقول يا ابني أعطني قلبك مش حاجة تاني. فاللي حصل عند الناس دي بغض النظر عن الأسباب الخارجية وفقدانهم للهيكل ده بالعكس ده فقدانهم للهيكل كان لازم يخليهم يرجعوا لله أكتر لأن هم بيرنموا في المزامير إمتى سلم الرب للسبي عزه لما الشعب أغاظه فيرجعوا بالتوبة الحقيقية فربنا كان يرضى عليهم مرة تانية بس الفكرة عارف الرب بيقول لهم أنا زعلان فيقولوا له طب إحنا هنصلحك بطريقتنا لا الصلح بطريقة واحدة بالتوبة الحقيقية والرجوع لله فاللي حصل ان الناس دي ابتدت تتمسك بالشكل الخارجي بتاع الناموس ظهر الجماعه بتاعه الفريسيين والحقيقه اول لما ظهروا كانوا مخلصين جدا الغرض بتاعهم ان الناموس ما يضيعش ودول اسمهم الفريسيين معنى الكلمه المدققين او المنفصلين الاصل كانوا منفصلين عن الشر عن الحاجه الغلط تمام بس بعد شويه وقعوا في حاجه غلط يا ريتها غلط بس ابتدوا يهتموا بالنص وابتدوا يضيفوا للنص حاجات شفهية تناقلتها الأفواه ما بينه وبين بعض زي موضوع غسل الإيدين قبل الأكل دوت تمام اللي جم لاموا الرب إن تلاميذه بياكلوا من غير ما يغسلوا فين في الشريعة مفيش أنت جبتها منين جابها من تقاليد الآباء قال لك لا ده نوع من أنواع الطهارة والتقصية اللي ممكن نعملها فابتدوا يضيفوا حاجات ودي مأساة كبيرة اللي يضيف على كلمة الله ابتدوا يضيفوا على كلمة الله حاجات ويتمسكوا بالشكل بتاع كلمة الله وبالشكل بتاع الرب نفسه ابتدى بقى يلومهم في متى 23 كان عنده كمية ويلات يقول لهم انتوا بتقولوا الحلف بالهيكل مش غلط والحلف بالذهب بتاع الهيكل غلط جبتوها منين يعني دخل في حاجات بقى ابتدوا يفتوا يعني عارف الفتوى ايوه عشان تحافظ على الشكل الخارجي بقدر الامكان وللأسف ده اللي توارثته الأجيال في اليهودية واللي للأسف بقى أقول انه فضل مرمي في خلفيه المؤمنين اللي امنوا بالمسيح من خلفيه يهوديه لانهم فضلوا معتقدين لازالوا معتقدين ان المسيح دي بتاعهم هم بس لانه مرات كتيره جدا مثلا التلاميذ هم هنا على الارض معاه ولما ما قابلتهمش قريه للسامريين قال لك نزل نار بسيطه نزل نار زي ما ايليا عمل مش عندنا ريفرنس الموضوع ده قال لهم لستما تعلما من اي روح انتما انتم ما تعرفوش ان الدنيا مختلفه تماما كان بالنسبة لهم غريب شوية إنه يروح لأمم يتعامل مع الكنعانية الست الكنعانية لكن هو كان بيعلن لهم خطوة ورا خطوة التلاميذ الحقيقة فهموا عشان كده هو لما ابتدوا الكلام قدام ناس ممثلين لكل الأمم صحيح من خلفية يهودية وبعد كده هو ربنا خد واحد زي بطرس عشان يتكلم مع واحد زي كرنيليوس في أعمال عشرة ده راجل أممي وراجل أممي مع ذلك الرب قال له اللي طهره الله خلي بالك بطرس نفسه كان يهودي كان برضه معصلك في الحلم يعني بيعصلك مع ربنا يقول له أنا ما أكلتش حاجة نجسة طول عمري قال له اللي طهره الله أنت متنجسه أنت ما ينفعش أن أنت تنجسه
فكان في خلفيه. وده بيوري حضرتك يعني قد ايه ان كان في تاثيرات سلبيه من اليهوديه على المسيحيه. بس خلينا الناس اللي تهودوا وامنوا بالمسيح، كانوا يهود وتامنوا بالمسيح، عايزين بقيه الامم هم كمان يتهودوا قبل الدخول، وهي دي اللي ذكرت في اعمال 15. فالفكره ان ده كان فاضل فيه. لا ده انا عايز اقول لك حاجه قبل كده كمان، ان هم كانوا رافضين دخول السامريين والامم في في في, في وسط الكنيسه. صحيح. يعني كان عندهم ازاي انت تقول، انت عايز تقول ان هم كمان نالوا عطيه الروح القدس وما يعني اتخضوا لما حصل في اعمال 8 واعمال 10. يعني ده عايز يقول ده اللي حصل، لانه الرب كان عنده المبدا ده. هو اصلا قال للتلاميذ يوم الخمسين قال لهم تكونون شهودا لي في اليهوديه والسامره وجميع اقاصي الاقصى الارض في القصه بتاعتكم. فللاسف لما الانسان، انا عايز اقول بقى مش تاثير اليهوديه كشريعه، لا ككلتشر او ثقافه، اليهوديه كمنظر بالظبط، شكل حط جواهم انه احنا افضل من غيرنا. الحقيقه احنا مش افضل من غيرنا طول ما احنا بعد عن الرب. احنا كل فضلنا ان احنا، هذا هو فضلك انك تكون قريب من الله بس. وكان يهمهم الشكل من بره. فجاء مثلا عندهم مشكله الختان، هي دي بقى اللي قامت في الكنيسه. مشكله الختان دي علامه عهد خارجيه مع الله، عملها مع ابراهيم من يوم ما بدا القصه معاه، ان كل ابن ذكر يختتن يعني في 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 اليوم الثامن، يتقطع الغرله بتاعته جزء من اللحم بتاعه، على اعتبار ان يقول له انا انفصلت ليك، انا بقيت بتاعك، انا حكمت على نفسي بحكم الموت عشان اعيش ليك بعد كده. هو نسيوا كل الكلام ده وبهمهم الختان كشكل، واخد بالك؟ ننسى كل الكلام، نقول لك هو اسمه ايه، ولا شكله ايه، ولا الكلام بتاعه بيقول ايه، بيستعمل الكلام بتاعنا ولا لا، حافظ ترانيم ولا مش، نعرف ممكن نعمل الكلام ده كله. وبصراحه تمام؟ يعني هو ده النهارده اللي نعمله في الكنيسه. الكنيسه عموما يعني كل واحد في كنيسته يبص على الاخر لو كان بيعمل نفس السيستم او نفس النظام اللي ماشي، يبقى تبعي. إيه؟ مش غير كده يبقى مش تبعي. مش الله في قلبك شكله ايه؟ لا مش الله في حياتك. عشان كده كلام ابونا شنوده بطرس كان جريء وصريح. تمام. مش مهم تبقى مسيحي بالشكل ايا كان، لكن مهم قلبك يتغير وتقبل المسيح دخولك كمخلص. دخولك الكنيسه مش هيغير حاجه فيك. نعم. دخول المسيح لقلبك يغير كل حاجه فيك. تمام. فاللي حصل في الوقت دوت انه بعد يعني ما بالعافيه المؤمنين اللي من اصل يهودي قبلوا انه باقي المؤمنين من الامم والسامريين، قال لك طب احنا عندنا شرط. ايه يا عم الشرط؟ يختتن. طب ليه؟ دي كانت علامه العهد مع اسرائيل. الختان النهارده الرسول بولس كررها اكتر من مره، هو ختان القلب. نعم. ان انا احكم على نفسي مش مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. ان انا اعيش وانا رافض رغباتي وشهواتي وانفصالي لله مش جاي عن طريق حاجه في الجسم بقدر ما هو جاي عن طريق حاجه في القلب. نعم. فابتدوا الكلام دوت، والحقيقه بطرس وقف في صف الفكره ديت، بس ضعف في يوم من الايام لما جم ناس من عند يعقوب. يعقوب كان راجل شديد شويه، فهو افتكر انهم هيرجعوا بتقرير ليعقوب، مع ان يعقوب الراجل قال كلام محترم. نعم. افتكر انهم هيرجعوا بتقرير ليعقوب يقولوا له ده بطرس بياكل مع اللي مش مختونين. خلي بقى المعلومه، مع انه كان بياكل قبل ما يجوا الناس دول عنده. فالجزء اللي اشار اليه الاخ عيسى حصل من بولس في الوقت دوت، وبخه. نعم. لانه كان ملوما. نعم. بس الحقيقه التوبيخ اللي في المحبه خلى بطرس يقول احلى كلام بعد كده. لانه في اعمال 15 خليني اقرا لحضرتك ده جزء مهم اللي بيوضح ان حصلت مشكله في الكنيسه، وازاي الكنيسه الاولى عالجتها بحكمه وبمحبه. أمان. وبان احنا نسمع حوار بيننا وبين بعضينا. بيقول كده من اول الاصحاح، بيقول وانحدر قوم من اليهوديه، يعني من المؤمنين اللي عايشين في اليهوديه، يعني اصلهم يهودي، وجعلوا يعلمون الاخوه انه ان لم تختتنوا، وبص الشرط، حسب عاده ايه؟ اليهود، حسب عاده موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. جبتوها منين؟ فلما حصل ان بولس في عدد 5 كان بطرس اللي بيتكلم وقال اسف خليني اوصل لعدد 10 كلام بطرس بيقول فالان لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. صحيح. انتوا دي حاجه اليهوديه كلها بقى، وخلينا نحط النقطه ديت من ضمن الاهداف الاساسيه بتاعتها، اثبات فشل الانسان في اي وضع من الاوضاع. دي جمله مهمه. يعني كان جزء، لانه الناموس كان مؤدبنا او مؤدي بنا الى المسيح عن طريق انه يثبت فشل الانسان. محدش قادر يطبق الناموس. الله في كل التاريخ البشري ادى للانسان فرص كثيره عشان يثبت حاجه واحده بس، انك ما تقدرش لوحدك ولازم تقبل نعمتي ليك. نعم. فالانسان وهو بريء في الجنه
فشل. يعني في ايه الضغط اللي على ادم وحواء عشان يغلطوا؟ ولا حاجه، وصيه واحده. طيب قال له هسيبك لضميرك في الارض الجديده. اول واحد في الارض اتولد في الارض قتل اخوه. تمام. طيب بعد نوح جه الرب قال لهم نحط الحكومات، قاتل الانسان بالانسان يقتل دمه. حتى الحكومات ما عرفتش تظبط الانسان. صحيح. بعد كده هو طب ادى وعد لابراهيم نشوف ولاده يعوجوا يمين وشمال وحاجات زي، وبالذات يعقوب اللي من نسله جه بني اسرائيل. طب قالوا نحط لنا ناموس واحنا الناموس هنمشي عليه. زي ما قلت لحضرتك في الاول، اول وصيه اتكسرت قبل ما ينزل الناموس. صحيح. وعلى مر التاريخ اثبت الناموس فشل الانسان، فالناموس في الاخر كان غرضه انه يوصل انسان المسيح. دي يعني الايه ديت اعتقد مذكوره في روميا 10 ان حتى ممكن نشوفها لو ممكن على الشاشه. غرض الناموس هو المسيح في الاخر، انه يؤدينا انه ما فيش حل عند الانسان الا ان الله نفسه اللي يقدم الحل. والله اما قدم الحل قال الحل هو المسيح. فالمسيح هو حل كل مشكلتي. يعني اذا نقول للاخ عيسى الجزء اللي حضرتك اشرت اليه في غلاطيا 2:11 دي جزء مكمل لاعمال 15، لان مذكور في اعمال 15 ايه اللي قاله الرسول بطرس في القضيه. تمام. وايه اللي حكم بيه الرسول يعقوب؟ انا عايز اقول برضو اللي حكم بيه الرسول يعقوب لانه مهم جدا. ايوه. فبيقول لذلك انا ارى ان لا يثقل على الراجعين الى الله من الامم، بل يرسل اليهم حاجه واحده بس، ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم. الاربع حاجات دي. انه ما ينفعش نتعامل مع الاصنام. مش عشان تقول ان انا مش يهودي اليهودي بس اللي ما يتعاملش من الاصنام، لا وانا كمان. ما فيش اي اله يعني لا يكون بالله لا يكون في قلبي شريك لك، ما حدش يخش في قلبي غيرك يا رب. انت الاله بتاعي. لا هعبد الاصنام النهارده ممكن تكون المال. صحيح. ممكن تكون الذات. الذات ممكن تكون الشهره، ممكن تكون القوه. نعم. الامكانيات دي كلها لا لا لا، مش عايز حد غيرك يا رب. طب والحاجه الثانيه والزنا حاجه بيكرهها الرب، لانها كسر للعهد الالهي واللي هو شرفه بان العلاقه ما بين الرجل والمراه صور بها علاقه المسيح بالكنيسه. دي اقوى حاجه. تبوظ. دي السبب الا دي ان الزنا مرفوض الا دي. وبعدين بعد كده هو طوال مخنوق والدم، لان الدم مش بتاعنا. الدم ده بتاع الله، وبينه وبينك هو صحي طبعا. صح. لكن هو الاساس ان الدم ده ملك الله، لان نفس البهيمه في دمها. والنفس ديت مش ملك اي حد في الدنيا، رغم ان ربنا ادانا حق نستمتع بلحمها، لكن الدم دوت مش بتاعها. فبس دي يعني الحاجه الشكليه الوحيده هي الدم. تمام. والحاجه الادبيه هي الزنا. والحاجه الروحيه هي الاصنام. نعم. اللي نبعد عن هذا وذاك وذاك. يبقى اذا الكلام اللي مكمل في غلاطيا 2:11 ده مكمل لاعمال 15. باقي الصوره اللي عدلت الصوره. اشكرك. خليني اخد مكالمات سريعه وارجع اكمل معاك الجزء. نعم. عن السبت وتاثيره على اليهود وعلى المسيحيين. من فضلكم مفيش وقت كتير، لو ممكن كل واحد ياخد نص دقيقه اكون شاكر ليكم. الاخ يوسف من الإلينوي اتفضل، انت صديق عزيز، خلينا باختصار نسمع منك. مرحبا شيخ صموئيل. مرحب بك، اتفضل. بالنسبه للمزمور 16 عدد 9 يقول لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي وجسدي ايضا يسكن مطمئنا لان لن تترك نفسي في الهاويه. داود اذا يتكلم عن نفسه، داود ما زال لحد الان موجود القبر مالته، بينما هذا يتكلم عن السيد المسيح. وكذلك في دانيال عدد الصحة الثالث العدد 25 أجاب وقال أنا ناظر أربع رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما به من ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. نعم. الظاهر. أما بالنسبة إلى التكوين فإذا تقرأ باللغة الآرامية ينطي معنى أوضح، يقول براشيتي وإلهيم، يعني الله في حالة الجمع. وكن شاكر جدا. أشكرك جدا يا أخي يوسف، الرب يباركك. ناخد بنت الرب، تفضلي. السلام عليكم. أهلا بك، تفضلي. أخ سموئيل وضيفك العزيز. تفضلي. أيوة. أنا هتكلم باختصار عن التوراة المقدسة والإنجيل. نعم. دول خط واحد ما ينفصلوش عن بعض نهائي، لأن في التوراة الرب وضح لنا محبته الفائقة في خلقه للبشر ومحبته الفائقة لإعداده للجنة الرائعة اللي عملها للبشر، ولكن فقد البشر أبونا آدم ومنا حواء بعصيانهم فقدوا هذه الجنة واتبعوا كلام الشيطان، ولكن الرب بحنانه وبعطفه
وبجماله وبرحمته وعدهم وقال لهم انا هخلصكم. وطبعا رسم خطة الخلاص من بداية سفر التكوين 3، وقال لنا في أشعياء 43:11 انا وليس غيري مخلص. ونفذ كل الحاجات دي كلها ونفذ الخلاص في العهد الجديد بوضوح. الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها، التعاليم اللي وضعها الرب في التوراة الرب يسوع ما غيرهاش، ده فسرها ووضحها. يعني مثلا في التوراة في سفر التكوين الرب وضح هنا انه خلق لآدم زوجة واحدة فقط. وقال في سفر التكوين الإصحاح الثاني، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. لو انتقلنا إلى الإنجيل المقدس في إنجيل مرقس الإصحاح 10 بيتكلم الرب يسوع ويقول يكون الاثنان جسدا واحدا إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ولذلك يطلق هنا بقى الخلاصة إن المسيحية مشيت على متكمل بعض التعاليم اللي موجودة في اليهودية. بس في اليهودية اليهود ما فهموش الشريعة كويس، جه الرب يسوع جه الرب يسوع وضحها في إنجيل متى الإصحاح الخامس والسادس والسابع، لدرجة أنهم في إنجيل متى 22 سألوا يسوع بيقولوا له يا سيد أنا عشان الوقت ما بقاش فيه وقت. أنا مبسوط جدا من مداخلتك وكلامك في الصميم، لكن مشكلة في الوقت. أشكرك جدا، ربنا يباركك، نكون بنسمعك باستمرار. أخذ آخر مكالمة من أخ شنت من كندا، تفضل باختصار لو ممكن. سلام المسيح لك شيخ صموئيل وضيفك الكريم. فضل. في تكوين 3:22 بيتقال كلمة الله، وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. وهذا دليل على أنه الله واحد في وحدانية جامعة. في تكوين 11:7 في موضوع بناء البرج يقول هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم. كيف الله بيقول هلما ننزل بصيغة الجمع؟ صحيح. في أشعياء 6:8 بيقول ثم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ آمين. وليس من أجلي. صحيح. في مزمور 110 لداود بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. صحيح. قال الرب لربي، هو في ربين ولا ايش؟ رب واحد. اليهود كانوا رب واحد اكيد. فاليهود عارفين انه هذا، حتى بيتمم نبوه في اشعياء 7:14 ولكن السيد ادوناي السيد يعطيكم نفسه ايه. نعم. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئيل. الله السيد راح يعطي نفسه اعجوبه انه راح يكون انسان. وفي اشعياء 9:6 بيقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا. اليهود بس تسألهم عن المسيح يعرفون أنه هو الله المتجسد. أشكرك جدا جدا، كلامك في الصميم عن الموضوع الأول أن التوحيد عند اليهود توحيد جامع. الوقت جري مننا بسرعة خلص. عايز أتكلم عن وصية السبت في خروج 20:8 لو ممكن نشوفها. أذكر يوم السبت لتقدسه، لكن بكل أسف عملوا إيه؟ أخذوا الوصية دي ولخبطوها. اشرح إزاي والمسيح عليك. اسمح لي أقول حاجة عن الناموس ككل أو عن الشريعة ككل. الأول إحنا عارفين الشريعة 10 وصايا في الأصل، هم أساس كل التشريعات اللي بعد كده. وصلوا 613 وصية بعد كده. بالظبط 613 وصية كلهم جايين من العشر الأولانيين. نعم. يعني العشرة كان نقدر نقول عليها الدستور، وال613 هم القانون. نعم. تمام؟ فالدستور بتاعنا كان عبارة عن 10 وصايا. نعم. العشر وصايا دول 4 منهم بتحدد علاقة الإنسان بالله. صحيح. وستة منهم بيحددوا علاقة الإنسان بالإنسان. صحيح. كأنه عايز يعرف يقول الله يعرف ياخد حقه، فهو كفاية عليه 4، لكن الإنسان هو اللي غلبان محتاج 6 عشان تقول الكلام ده، بداية من الأب والأم نهاية بالآخر. نعم. بس اللي بيعجبني تلخيص الرب ليهم، بعد كده أخش لك في وصية السبت. اتفضل. تلخيص الرب ليهم لما جم في وقام ناموسي وجربوا في متى 22، فقال له يسوع، بيقول له ايه هو الناموس؟ قال له اسمع، تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك،
هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. عايز يقول له بص أنت لو فهمت النقطة دي، تحب الرب إلهك وتحب أخيك كنفسك، أنت مش محتاج أي حاجة تاني. المشكلة بقى أن الإنسان لم يتعلم أن يحب إلهه ولا أن يحب الآخر، ولذلك احتاج إلى كم القوانين حتى الوضعية. يعني تخيل لو في المحبة دي، أنت لن تحتاج أصلا أنك يعني تحط قوانين وحاجات زي كده تنظم العلاقات ما بين الناس، لأن المحبة هتعمل كل حاجة جيدة. الناس دي ما كانتش بتحب الرب، كان يهمها بالنسبة لربنا أنهم يدوله شوية قشور. فجم في قضية السبت دي، ودي كانت قضية محورية بالنسبة لهم، محورية لأن هي الشكل الوحيد اللي بيبان عندهم. هم لحد النهاردة يوم السبت ما يركبش عربيته، حاجات كتيرة بقى، فيه 1521 تعليم يهودي على يوم السبت أمر بالمنع. 1521 أمر إزاي؟ حاجة صعبة جدا يعني. فكانت مشكلتهم الرئيسية مع الرب هي السبت. والحقيقة مشكلتهم في إيه؟ يعني في إنه بيشفي يوم السبت. فجاء الرب أنا هكتفي برد الرب نفسه الحقيقة، لأن هو ده كافي جدا في كل الكلام اللي هم بيقولوا. فالوصية كانت بتقول اليوم السابع تقد سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزلك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وفيها والصراحة في اليوم السابع، لذلك بارك لك. أنا عايز أقول له أنا عايزك تستريح، ده الهدف، ده الهدف. يعني وصايا الله سابوا الهدف. لا ده أنا عايز أقول حتة دي مهمة جدا، وصايا الله عشان أنا أستفيد، أنا لخيري، لبركة ليا. وصايا الله عشان أنا أكون مبسوط، مش حاجة بتبني عني بركة، لا ده هو عايزني أنا أخد راحة وارتاح، ده الهدف من الوصية. يعني أنا لو عندي وقت أعدي لك على وصية من العشرة، وعلى 613 حاجة بعد كده، وأقول لك إزاي كل حاجة من دول ليها غرض لصالح الإنسان. بداية بس أنا أقول لك بداية لا ممكن نمر عليهم بسرعة بس باختصار، يعني قول لي الوصية الأولى والثانية. هكتفي بواحدة أو اثنين. طب اتفضل. تمام، عشان خاطر أنا شايف عداد الوقت بيجي. الأولانية ما تكونش ليك إله تاني غيري، عشان أنت العظيم. لا مش عشان العظيم بس، وطبعا هو العظيم، بس عشان أي إله هيبهدلك. كانت الآلهة الوثنية بيحطوا ولادهم على أيديهم وهي سخنة عشان خاطر يحرقوهم أضحية. كانت الآلهة الوثنية بتخليهم يزنوا ويعملوا كل حاجة مضرة بأجسادهم، يقطعوا في نفسهم. فاكر أنبياء البعل وهم قدام إلي قطعوا في روحهم تقطيع. أنا بخاف عليك أي إله تاني. لو عبدت المال هيبهدلك، لو عبدت الجنس هيبهدلك، لو عبدت أي شهوة أي حاجة في حياتك هتبهدلك. ما تعبدش غير كده أنه ده لصالحك. وصية السبت لا، يعني عايز أقول مش إن هو ده الله بس، عايز أقولك أنا مفيش غيري، لا يعني في هدف لصالحك. هدف لصالحي. عشان كده هو لما قال له في تبعيتي قال له بص اتبعني أو ما تتبعنيش، وبعدين سمى الطريقين دول إيه؟ قد جعلت أمامك طريق الحياة وطريق الموت، فاختر الحياة لتحيا. يعني عايز أقول له معايا هي دي الحياة، ولو رحت أي حتة تانية أنت تبقى حكمت على روحك بالموت. يعني إذن الهدف الوصية له الحياة، له الحياة. ومن لم يؤمن ليس له حياة، ملوش من الأصل حياة، بل ينقص عليه غضب الله. غضب الله في البعد عنه. فالوصية من أولها دي أول وصية. لو عديت بقى على الست وصايا بتاعت علاقتي بالإنسان، ملخصها أنه عايز يدي قدسية وحرمة لكل ما لديك. لا تقتل نفسك، نفسك محرمة، نفسك مش بتاعت أي حد يلعب بيها. والآخر برضو محرم، والآخر محرم نفسك الطريقة. لا أنا أقتلك ولا أنت تقتلني. تمام، حماية البشرية. حماية البشرية. لا تزني، بيحترم العلاقة الزوجية، بيقدسها. لا تشتهي، حتى ملكيتك انك تملك الحاجة دي مقدسة عند الله. فكل وصايا الله لصالح الإنسان، مش قيد عليه، مش قيد أو تقيد عليه حريته، ولا ربنا محتاج ان هو يعني يفرض سيطرته، يعني مش كده خالص مطلقا. بالعكس، هو مكتفي بذاته زي ما احنا قلنا، ويحب الإنسان، ولذلك قدم له هذه الشريعة. نيجي للسبت. جه الرب بقى، أكتفي بشرح الرب. يعني لما عصلجوا معاه في مرة من المرات واختلفوا معاه، فقال لهم عايز أفهمكم حاجة، السبت جعل للإنسان لا الإنسان لأجل السبت. دي مرقس 2:27 لو ممكن نشوفها على الشاشة. مرقس 2:27. أيوة. قال لهم بصوا، ثم قال لهم يا جماعة أنا عايزكم تفهموا حاجة، السبت اللي هو الراحة معمول عشان الإنسان يستريح، مش الإنسان اللي معمول عشان يعيش السبت. يعني كانوا عايز لهم فقدتم روح الوصية وتمسكتم بحرفها،
ودي مأساة كل اللي بيتمسك بالحرف. أي حد بيتمسك بالشكل الحرفي من بره لازم يلخبط الدنيا. وفي يعني الوقت يعني الشريعة مش فرض يعني. لا ده 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 روح. قال لهم الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. وحياة. روح روح للحياة. حياة فيها روح. شكلها زي ما أنت عايز. حط كلمتين روح وحياة ديت تكتشف إن معنى الكلام جميل جدا. يدي لحياتكم روح ويخليكم تعيشوا بالروح حاجة جميلة جدا، روح وحياة. فمرة تانية جابوا له بقى واحد عشان يختبروه. القصة ديت في يوم من الأيام قالوا له جابوا له واحد يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل الإبراء في الثبوت لكي يشتكوا عليه؟ تخيل السبت اللي المفروض راحة، السبت اللي هو المفروض إن هو راحة، استغلوه عشان يشتكوا على المسيح عشان يتعبوا إنسان. فقال لهم، بص بقى شوف شوف الرب ازاي مركز على الكلام بتاعه، أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ طبعا مستحيل واحد يهودي كان يسيب حماره أو خروفه واقع في حفرة لتاني يوم الصبح، حاجة فيها ضرر مادي، واليهودي في الوقت ده اللي يهمه. لا، في الحالة دي ليلة 100 ثقب كم، فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في الثبوت. ثم قال للإنسان مد يدك فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. في وقت مرة من المرات في إنجيل يوحنا أصحاح 9 شاف واحد مولود أعمى ما كانش ليه عينين، دي معجزة، ده خلق له عينين. فيقولوا له يقولوا للي كان مولود أعمى يقولوا له إيه؟ يقولوا له هذا الإنسان ليس من الله لأنه عمل معجزة في السبت. قال لهم مش من الله، أنا ما سمعتش طول عمري إن واحد فتح عينين أعمى. وده راجل جاهل مش عنده أي معرفة في أي حاجة، بس كأنه عايز يقول بص لما يتمسك الإنسان بالشكل ما يشوفش الله نفسه وهو موجود قدامه وهو بيخلق عينين للأعمى. فقال لهم ما عرفش، أنا كل اللي أعرفه إن أنا كنت أعمى والآن أبصر، بس الله ما بيسمعش الواحد إلا لما يكون الشخص دوت شخص كويس. شخص كويس، بس أكتر من كده هو وصل ليه بعد كده إن هو مش مجرد شخص كويس لكن ده الله الظاهر في الجسد اللي جاي قدامه. فالسبت كان امتحان كبير لليهود في حياة الرب، لأنه هم أخفقوا في حفظ السبت كتير قبل كده، فجم يتمسكوا للأسف لما جم يتمسكوا بالشكل من بره بدل ما يرضوا الله من خلال السبت أساءوا لله الظاهر في الجسد من خلال السبت. يعني دلوقتي إيه التعليم اللي إحنا ممكن نتعلمه من الخطأ اللي وقع فيه اليهود في تقديسهم الشكلي للسبت؟ النهاردة أنا بشوف إن ناس كتيرة من المسيحيين وقعوا في نفس الغلطة وبقوا يهمهم تقديس يوم الأحد، رايحين فين؟ رايحين الكنيسة، راجعين منين؟ راجعين من الكنيسة. وقعوا في نفس الغلطة اللي عملوها اليهود والفريسيين المدققين والمنعزلين واللي هم متمسكين بالشريعة، والمسيح زي ما تفضلت وقلت هجمهم هجوم شديد جدا، ولا مرة اتكلم كلام شديد إلا مع الناس دولت في متى 23 وقال لهم ويل لكم لأنكم كذا وكذا وكذا. إيه اللي عايزين نقول للمشاهدين مسيحيين أو مسلمين أو يهود؟ ايه التعليم الصحيح اللي احنا لازم ننتبه ليه من فكرة الوقوع في خطأ التمسك بحرفية النص والابتعاد عن روح النص؟ عايز اقول الوصية ليست غرض، اكرام اله الوصية هو الغرض، الاله اللي اصدر هذه الوصية، وعشان اقدر اكرمه لازم هو الاول يكون غرضي، ولازم هو الاول يكون في القلب وهو المتحكم في الحياة. يعني عشان اتمم وصية من وصايا الرب مش هينفع ان انا اتممها الا لو كان الله بالنسبه لي مالي القلب والحياه، الا لو كان عندي طاقه المسيح عشان اعيش بيها، بل المسيح يحيا فيا. مش هقدر اكرم ربنا باحتفاظ بشكل شكلي من بره، لاني هلاقي روحي لما بحتفظ باي وصيه من بره. يعني لو انا واحد مسيحي، طبعا هو جميل على فكره ان يوم الحد يبقى للرب لان هو اسمه يوم الرب، بس لو واحد قال لك مش هروح اي حته غير الكنيسه يوم الحد بس في قلبه فيه خطيه، لا بلاش في خطيه، حاجه ابسط بيسموها الناس ابسط بس هي خطيه برضه، في حقد ما بينه وبين اخوه اللي قاعد جنبه في الكنيسه، انت شايف ان الرب يبقى سعيد بيوم الحد كده؟ خالص ما هوش يوم الرب بالنسبه له. بس الرسول يوحنا قال كنت في الروح في يوم الرب. يعني ايه في الروح؟ منقاد بالروح القدس، سايب الروح القدس هو اللي ينظف اللي جوايا يمشيني، سايب روح الله، الله نفسه هو اللي حرك فيا بالطريقه الصح. فخلى الله هو غرضك، خلي اكرام الله الهك هو غرضك نمره واحد. افهم الوصية في ضوء الإله اللي أعطاها، في ضوء قلبه، في ضوء هو عايز إيه،
هو ارادته ايه من ناحيه الانسان؟ السبت عايز راحه، ريح الناس، لما تريحهم تبقى عملت السبت. بعد كده هو تحقق الوصيه، تمم الوصيه، وانت غرضك وقلبك مليان بالهك هتكون بتعمل الوصيه صح وتتممها بطريقه مظبوطه. وده اللي قاله المسيح في مرقس 3-4 لو نشوفها، ثم قال لهم: هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر؟ تخليص نفس او قتل؟ هم كانوا عايزين يقتلوه فسكتوا. يعني هم كانوا عايزين يقتلوه في اليوم دوت. ايوه يعني عايز اقول ادي يعني المفهوم الصحيح يعني للوصيه. يعني انتوا مش عايزين تعملوا الخير وعملتوا الشر، وانا بنجي نفس وانتوا عايزين تهلكوا نفس. صحيح. خلينا اسالك اخر سؤال. اليهود رغم وجود كل النبوات الاخ حسن وكل الناس اتكلموا عليها وابونا شنوده وكلنا شاركنا في حاجات حلوه عن الشريعه اللي هي بتتكلم عن المسيح من بدايه سفر التكوين، لكن بكل اسف هم ما فهموش. ايه رايك فيما قاله المسيح في متى 21:43 لو ممكن نشوفها؟ لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أسماره. إيه تعليقك؟ المشكلة الكبيرة التمسك بالشكل من بره وبالامتيازات الخارجية وبإحنا الأفضل وبإحنا القريبين من الله، كل الحاجات دي عمى. أحد الحاجات اللي بيستخدمها الشيطان اللي مكتوب عنه إنه إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين لألا يبصروا. من ضمن الحاجات اللي بيعمي اللي اسمه إله هذا الدهر، إشمعنى إله هذا الدهر؟ لأنه هو اللي عامل كل الأديان تتمسك بيها بالشكل. الشيطان عمل الاديان. اه صدقني ان الواحد، انت حضرتك قلت في النص المسيحيه مش ديانه وانا بؤكد هذا الامر، فعمل اديان كتيره جدا عشان يعمل انسان. وحتى اليهوديه اللي هي دين، الله هو اللي عمله، اقنع اليهود ان هم يبقوا شكليين وحرفيين، يهتموا باللي بره وما عندهمش استعداد. الشيطان اقنعهم بكده. بدل ما يعيشوا روح الناموس اللي الرب عايزهم يعيشوه، بدل ما يكرموا اله الناموس اللي نزل الناموس، وبدل ما يفهموا الوصايا والنبوات عن المسيح، هم رفضوا المسيح ده من بره كفايه ونقتل الناس مفيش مشكله. عايز اقول لكل واحد علاقته بالله او علاقته بدينه ما قادتوش لانه يحب الله ويحب الاخرين، في حاجه غلط. تعال ارجع لله يفتح عينك فتشوف الله اللي يتحب. الله يتحب، وإذا ما تحبش ما يبقاش الله، لأنه هو الكمال المطلق. مين ما يحبش الكمال المطلق؟ هو الجمال، هو الحب، هو كل شيء جميل وكل شيء رائع. مين ما يحبش واحد زي ده؟ فإذا ما كنتش بتحب الله ومن حبك لله حبيت خليقة الله اللي هو الإنسان، في حاجة غلط. ارجع اطلب منه يفتح عينك وهتلاقي الطريق الصح. أشكرك جدا. اليهود فقدوا رسالتهم وعشان كده المسيح نحاهم وقال تعطى ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أسماره. وأنا بقول للمسيحيين إذا ما كنتوش تعملوا المسؤولية بتاعتكم أنا خايف عليكم. أخي عصام خليل شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا اللقاء، وشكرا لأبونا شنودة ولكل المداخلات. الأسبوع الجاي تأثير اليهودية على الإسلام، تابعونا.